بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي اي تي سي في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من بوكس تو بوكس مع محمد شبانه. اسمحوا لي يعني اكون مقدم للحلقه دي النهارده لظرف طارئ الم بالاستاذ محمد، وان شاء الله يكون موجود مع حضراتكم بدايه من بكره في الموعد الطبيعي طبعا للبرنامج. يعني بنعيش كلنا على واقع استعدادات المنتخب المصري لمباراة بوركينا فاسو الهامة يوم الخميس إن شاء الله، وبعدها بأربع أيام مباراة ما تقلش أهمية مع غينيا بيساو، تصفيات كأس العالم الجولة الثالثة والرابعة، متصدرين المجموعة بست نقاط، اكتمل العقد حتى اللاعب اللي اتصاب أحمد فتوح نتمنى له السلامة، تم استبداله بعمر كمال عبد الواحد، محمد صلاح موجود، تريزيجيه موجود، مصطفى محمد موجود، نجوم النادي الأهلي، نجوم الزمالك، نجوم بيراميدز، كل نجوم الأندية والمحترفين، الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف. والهدف الحقيقة يعني أبقى أقلل من المنتخب المصري لو قلت الهدف إن احنا نتأهل لكأس العالم عن مجموعة فيها بوركينا فاسو وفيها غينيا بيساو وفيها إثيوبيا فيها جيبوتي. يعني مع كل الاحترام لكل المنتخبات، لكن الفروقات كبيرة جدا. احنا إذا كان عندنا هدف في هذه المجموعة فإن احنا إن شاء الله نحقق علامة كاملة رايح جاي، نكسب كل المباريات وندي كده إنذار قوي لكل المنتخبات المنافسة لينا، سواء قبل أمم أفريقيا القادمة إن شاء الله في المغرب 2025 أو قبل التحدي الأهم كأس العالم أمريكا وكندا والمكسيك 2026. هو ده الهدف، مش الهدف ان احنا نوصل، لكن الهدف ان احنا نكون في هذا المونديال بشكل مختلف، نكون في هذا المونديال بنتائج مختلفة، نحقق مونديال او نتيجة تاريخية في المونديال. احنا مش اقل من المنتخب المغربي اللي صعد للمربع الذهبي وكان رابع العالم وكان ممكن جدا يلعب نهائي كاس العالم. اعتقد ان اللي عمله منتخب المغرب في قطر 2022 رفع سقف الطموحات ورفع سقف الاماني بالنسبه للجماهير المصريه وكل الجماهير العربيه لتحقيق نتائج في كاس العالم. كمان النهارده ودلوقتي يعني بنساير او بنحضر حدث، اعتقد انه حدث ايضا هام وفارق واستثنائي بالنسبه للانديه المصريه. النادي الاهلي بيقيم مؤتمره الصحفي وحفل الاعلان عن تدشين قد يكون ده مشروع القرن بالنسبة للنادي الأهلي، مشروع إنشاء استاد النادي الأهلي اللي طبعا طال انتظاره من جانب جماهير النادي الأهلي. الحقيقة كان فيه محاولات وكان فيه تحركات كتير جدا في السنين الأخيرة من جانب مجالس إدارات النادي الأهلي المتعاقبة، وآخرهم طبعا المجلس الحالي مجلس كابتن محمود الخطيب بإنشاء استاد النادي الأهلي. وكان فيه ترتيبات وأمور كتيرة الحقيقة تمت وأبس أند داونز واقتراب من التنفيذ ثم تراجع ثم لحد ما وصلنا لهذا الحقيقة الشكل والحفل اللي حضراتكم بتشوفوه على الشاشة. حفل على أعلى مستوى، حضور كبير جدا طبعا يتقدمهم مجلس إدارة النادي الأهلي، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، العديد من الشخصيات الرياضية وغير الرياضية، وطبعا كل الممثلي الشركات اللي بتشارك في مشروع استاد النادي الاهلي. خلاص يعني بيعلن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، واكيد هيكون عندنا معلومات ان شاء الله كامله هنقولها في الحلقه عن تفاصيل هذا المشروع وكيف يعني سيدر على النادي الاهلي. طبعا اولا هي مكاسب رياضيه ان جماهير النادي الاهلي، النادي بهذه الشعبيه وهذه المكانه، جماهيره ما كانش عندها استاد خاص، وده دي خطوه اتاخرت كتير جدا، ف ان ده يحصل في الوقت الحالي هي مقدمة اكيد اولا للنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم لتحقيق هذه المكاسب الرياضية وتحقيق نقلة بقى تاريخية بالنسبة له كعوائد وكاستثمارات وكتسويق وماركتنج وغيره وغيره وغيره. هو ده الحالة، هو ده يا جماعة اللي بيحصل في العالم كله. ريال مدريد لما بيفكر يجيب فلوس بيجدد الاستاد بتاعه، طبعا عنده الاستاد الخاص بتاعه سانتياغو برنابيو، لكن لما فكر يزود استثماراته ويعلي البراند بتاعه اول حاجة عملها فلورنتينو بيريز انه كبر الاستاد وزود انشاءاته وزود ساعته وغيره. برشلونه بيعمل نفس الحاجه حاليا مع كامب نو، يوفنتوس بنى استاد جديد، بايرن ميونخ بنى استاد جديد، توتنهام بنى استاد جديد، حاليا ميلان والانتر بيبنوا استادات جديده. هو ده الوضع الحالي، الاستاد بقى هو اساس الاستثمار في الكوره، لانه الاستاد مش مجرد واحد او مشجع بيشتري تذكره بيروح يحضر مباراه، ده موضوع اكبر من كده بكتير. وقد تكون
خطوة النادي الأهلي فتحت خير كمان لأندية مصرية تانية تاخد الخطوة دي طبعا، وعلى رأسها نادي الزمالك، وأعتقد أنه الأمور هتسير في الاتجاه ده في الفترة المقبلة. كلام كتير عن منتخب مصر، وكلام كتير عن استاد النادي الأهلي، وقيمة هذا الإعلان في الوقت الحالي، وقيمة إنشاء هذا المشروع هنتكلم فيه مع ضيوفنا الأعزاء في الاستوديو. خلوني أبدأ بضيفنا اللي بيشرفنا للمرة الأولى، واحد طبعا من نجوم الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي وبتروجيتو وإنبي، وكان ليه كثير من المحطات مع كرة القدم، كابتن حسين علي. مساء الفل. مساء الخير يا دكتور، منورنا. موجودك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. اهلا بيك طبعا في بوكس تو بوكس للمره الاولى، وكمان برحب بقى بصاحب المكان، نجمنا طبعا ومدافعنا الكبير سابقا ومحللنا الكبير حاليا، كابتن بشير التبعي. مساء الفل. مساء الورد، عامل ايه يا كابتن؟ كله زي الفل، كله تمام. برحب بكابتن حسين طبعا، مبسوط جدا ان انا شفته النهارده، ما شفتوش من كتير قوي، حتى ما عرفتوش لما شفته. انا سعيد كابتن بشير. كابتن حسين غايب علينا، بس احنا قررنا يعني نخطفه من العزله بتاعته ونطلعه معانا في بوكس تو بوكس. لا، شرف ليا يا دكتور وكابتن بشير، برحب بالكابتن بشير طبعا، وحشني جدا، وان شاء الله نعمل حلقه تبقى خفيفه على الناس. طبعا اكيد نتمنى ده، واولا قبل ما ندخل في التفاصيل يعني بتاعت الحلقه، كابتن حسين علي ارتبط مع الناس ومع الجماهير بواحده من اكتر يعني ايه سنين السسبنس في تاريخ الكوره، وعشان برضو الاجيال اللي يعني هو الموضوع مش من زمان قوي، يمكن من 2007 كابتن كان 8. كان 2008 كانت الصفقه طبعا الشهيره، انضمام كابتن حسين علي للنادي الاهلي من بتروجيتو، كان في صراع كبير جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك على ضمه. قد يكون في شباب صغير دلوقتي ما عايش السسبنس، لانه الحقيقه كانت طبعا وما كانش لسه الانترنت موجود بالكثافه دي، فكان الموضوع بقى في الجرايد، وكل يوم نصحى الصبح نشوف كابتن حسين علي مضى الاهلي ولا مضى للزمالك ولا الامور ماشيه ازاي. فكانت سنه كده مثيره انتهت بانه انضم للنادي الاهلي سنه 2008. تمام. الموضوع كان واخد حجم كبير قوي. الاول الحجم والاثاره والتغطيه الكبيره والشد والجذب اللي خده موضوع انتقالك للنادي الاهلي، اثر عليك في النادي الاهلي بعدها؟ يعني حسيت انه ده زود الضغط عليك؟ انت قعدت موسم في النادي الاهلي، فانت طبعا كنت واحد من نجوم بتروجيت وقتها، والحقيقه كنت بتقدم يعني مستويات كبيره جدا، بس ده ما شفناهوش في النادي الاهلي. ده اثر عليك؟ حاسس انه السبوت الاعلامي والكلام الكتير والشد والجذب تاثرت بيه سلبيا اكتر من ايجابيا؟ اكيد طبعا، اكيد. بس طبعا في حاجات كتير، عوامل ما ساعدتش. برضو المدرب برضو لازم يساعدك ان هو يدخلك مع فرقه جديده، بالذات لو فرقه كبيره بتنافس. بس يعني كان في سياسه برضو في النادي الاهلي ان هو اي لعيب كويس لازم ياخدوه عشان الفرقه الثانيه ما تجمدش. انت فاهمني حضرتك؟ كان مانويل جوزيه مدرب الاهلي وقتها. طبعا كان معايا مثلا طبعا انت عارف موضوع الماديات بيفرق جدا ان انت تكون فرقه. طبعا. بس هو ده موجود في العالم كله. موجود. يعني النهارده هو مين قدر ياخد كيليان امبابي لريال مدريد؟ مين بيقدر يخلص الصفقات الكبيره الا مانشستر سيتي الا مانشستر يونايتد؟ الانديه ما زي ما حضرتك بتقول كده، ريال مدريد هو اللي يقدر يخلص من امبابي. فالماديات بتفرق بطريقه يعني غير طبيعيه. يعني ريال مدريد مثلا عنده رودريجو وعنده فينيسيوس وعنده بيلينجهام خط هجوم، وعنده كمان خوسيلو احتياطي، واخدين دوري ابطال اوروبا المره ال 15 وجايبين كيليان امبابي. تمام. فهي الفكره ان منطقي، ولا كابتن بشير يعني المنطقي ان النادي لما يكون عنده منافسات وعنده بطولات، لو في حد يقويني ايه المانع ان انا ازود؟ حتى لو عندي تشكيله، وانا يعني بضرب المثال بريال مدريد ومبابي، اصل هم ياخدوا اكتر من دوري ابطال اوروبا، يعني هياخدوا دوري المجرات، ما هو ما فيش اكتر من كده. طب انت بتقول يا دكتور وترد على نفسك، لا انا بختلف معاك في القصه دي خالص. ماشي. يعني انا لو انت بتتكلم على الفلوس والماده، في مانشستر سيتي يقدر يشتري العالم كله. يقدر يشتري، ما هو جاب هالاند. مين هيجيب مين تاني؟ ما انا بقول لك يقدر، ما هو بنتكلم على الماديات، هو يقدر يشتري ريال مدريد ببرشلونه بانديه الدوري كلها. امبابي رايح اولا ريال مدريد عشان الرغبه بتاعته، هو كان بيحلم يعني كل كلامه بقاله 3 4 سنين، وكل اللي بنسمعه عنه ان هو خلاص يعني قاطع اكل وشرب ونوم وكل حاجه، مش عارف يستمتع بحياته غير لما يلعب في ريال مدريد. ثاني حاجه، الناس بتوع ريال مدريد ناس اذكياء، هم زي ما انت قلت كده واخدين كل البطولات وعندهم كل اللعيبه،
بس هم جايبين الراجل ده عشان الاستثمار، عارفين قيمته هيجيب لهم ايه لما هيستثمروا فيه، في التيشيرت بتاعه، في اسمه ان هو موجود في النادي، في اعلاناته، في حاجات كتير قوي. فهو الموضوع زي ما بيتقال يعني او بزنس، بزنس من ايه، من مش 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 مش, مش عارف اقولها يعني. ده مقبول يعني ان انت يكون عندك استثمار في الكوره في فريقك، ده مقبول يعني. بس كابتن بعد اذن حضرتك طبعا الكلام ده بره غير في مصر. انا ما بتكلمش على مصر، لا هو انا برجع لموضوعي عشان هو بيقول ضغط الجمهور، ضغط الجمهور بيفرق فبقول له النادي الاهلي كان بيختار احسن لعيبه في الانديه وياخدها. موضوعك ده محتاجها مش موضوعي، بس محتاجها او مش محتاجها ايوه معروف، هو ده اللي بتكلم عنه. الناس كلها عارفه، الناس عارفه كده. الكابتن بشير بيتكلم في الاستثمار بره، دي انا معاها، بس بره غير جوه يعني. لو عايزين نفرق برضه بين مصر واوروبا ولا يا كابتن بشير؟ طبعا. طب خلينا خلينا نفتكر ايه اللي حصل علشان برضه الناس اللي ما كانتش عايشه الموضوع تفتكر معانا. انت كنت لعيب في بتروجيت، تمام، كان ساعتها مين بقى؟ كابتن مختار المدرب، كابتن ولا مختار كان مختار؟ كنتوا جيل مميز. كان معانا محمود عبد الحكيم واسامه حسن ووليد سليمان واحمد شعبان وكوفي. كانت فرقه فرقه محترمه، فرقه كوره، كنا فرقه جامده. كنتوا قدام الاهلي والزمالك ماتش مش مضمون يعني. ما الاهلي ما عندنا في السويس ما كانش بيكسبنا خالص. وبتروجيت مع الزمالك برده كان عامل نتائج يعني، حتى في الاهلي برده بالجيل بركات وابو تريكا وعماد متعب ما كانش. انت كنت فرقه رخمه غلسه، فرقه تقيله بتضايق اي حد في ملعبنا، في ملعبنا بالذات. بدا بقى الموضوع ازاي يا كابتن؟ والله الزمالك هو اللي كلمني الاول يعني، كابتن حازم امام هو اللي كلمني وقعد معايا وقال لي يعني انا حابب ان انت تلعب، كان اخر سنه ليه تقريبا بيبطل يعني فيها. انا حابب تبقى انت تيجي وتلعب معانا وتبقى حاجه اضافه لينا وكده. طبعا كابتن حازم انا كنت صغير بالنسبه لي حاجه طبعاً. اسطوره يعني طبعا. فطبعا مضيت على طول. مضيت مضيت مش رغبه لا 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 مضيت على طول. بعديها باسبوعين ثلاثه دخل النادي الاهلي. مين بقى اللي دخل من النادي الاهلي؟ مهندس عادل الكوي وكابتن حسام البدري. كابتن حسام كان مساعد جوزيه وكان مدير كوره في كان مدير كوره مدير كوره وكان مدير مدرب كرة. عام بالظبط. فقال لي حتى المهندس عدلي قال لي المدرب مستر مانويل عاوزك بالاسم وكابتن الخطيب عاوزك. ده كان اول اتصال يجي لك من الاهلي؟ كان اول اتصال مهندس عدلي وكابتن حسام البدري. حتى هم ورا بعض يعني. اكيد اكيد حسين الكلام ده، بس الكلام ده هيتنفى بعد ثلاث دقايق. هي ايه؟ هيتنفى بعد ثلاث دقايق. والله لا كل حاجه بتتنفى، ده حاجه من التاريخ بقى خلاص. بس والله خلاص هيتنفى بعد ثلاث دقايق. لا خلاص دي حاجه من التاريخ. فبعديها بقى الزمالك عرفوا ان هم الاهلي دخل في الموضوع يعني. فحصل حاجه مش لذيذه كده في الـ في الـ في العود وانا قاعد مع الكابتن حازم امام. كان في الاداري حاطط وصولات امانه في الـ في الـ في الورق. تمام. كان مين بقى ساعتها؟ تقريبا وليد بدر، كابتن وليد بدر. فبعد ما دخل الاهلي انا طبعا انا عيلتي كلها زملكاويه عشان. وانت؟ لا انا ناشئين الاهلي اصلا. يعني الكوره مالهاش دعوه بال، انت كنت بتتعامل كمحترف من غير يعني. لا الكوره مالهاش دعوه بال، حتى الزمالك ماديا كان ساعتها برضو كانت فتره صعبه شويه. كانت فتره صعبه. ف بس وصولات امانه عليك يعني. كالتزام ان انت هتكتب الوصل وانا معايا الوصل بحيث يربطك ان انت لازم تنفذ العقد. ان انا كده كده كنت يعني انت مضيت. انت في الاخر انت مضيت. تمام. بس حصل مكالمه كده بيني وبين استاذ عمرو الجنايني. فشدينا شويه مع بعض. فمن ساعتها بقى انا قفلت في الموضوع ده. ناحيه تانيه المهندس عدلي. اختلافات ماليه ولا لا اللي هم يعني عرفوا ان الاهلي دخل في الموضوع. فحصل زي تهديد كده. ايوه. فمهندس عدلي كلمني وقال لي كابتن خطيب بيقول لك لو 10 مليون هندفعهم. ده ساعتها ما اعرفش بقى كابتن عدلي ممكن يطلع يكدبني ولا ايه ولا مش عارف. بس انت محدش هيكدبك. انت حسين الصلاه دي مضيت عليها من غير علمك. الصلاه لا ده غلط طبعا يعني. ده غلط منهم يعني. لا وقلة خبره مني. بس من غير علمك. بس برضه انا من غير علمي. انت ما تعرفش انك بتطلع الصلاه دي يا كابتن بشير. ده مش مقبول. ده مش مقبول. يعني حد هيعمل كده يا كابتن بشير في نفسه؟ لا ده مش مقبول. كانش ليك وكيل بقى انت اللي كنت؟ لا كان زمان مش غير دلوقتي خالص. كنت يعني انت مرتبط مع بتروجيت بعقد لسه مش فري يعني؟ كانت اخر سنه. وهم يعني بيتفاوضوا. لا مش هروح فري. تمام. لسه لك سنه. هم هيشتروني بس هيشتروا السنه. تمام. ثم كابتن عدلي بقى قال لي
كابتن الخطيب بيقول لك لو اي مبلغ هندفعه حتى لو 10 مليون. تمام تمام. فانا هما برضو الاهلي في سياسه كده برضو في طريقه الكلام، مفاوضين شطار بيعرفوا يتفاوضوا، ما ده مهم برضه ومحتاجينك او مش محتاجينك. بس خلي بالك انت وقتها، ولا برضه كابتن بشير اكيد كان متابع يعني الفتره دي، كابتن حسين كان لعيب كبير يعني، كان لعيب مؤثر يعني، صفقه تفرق اكيد. سيبك بقى من ان الظروف ممكن تكون ما خدمتوش في الاهلي او اي حاجه حصلت، بس هو في بتروجيت مكسب، والدليل ان الاهلي والزمالك دخلوا فيه، ففكره ان انا ابقى عايزه باي شكل ده منطقي يتفسر يعني. هو كان عامل شغل كويس قوي، الناس كلها كانت بتتكلم عليه، كان اكتر لعيب بيجري في نص الملعب، كورته حلوه باين، كل حاجه كان مميز طبعا. عشان كده الزمالك لما اول ما فتح وقال حسين، النادي الاهلي طلق على طول يعني، طلق والنادي الاهلي اصلا مش محتاجه. هو النادي الاهلي يعني بيمنع اي فرقه في الوقت ده ان هي هو ده اللي انا اكتشفته خاصه النادي الزمالك. ايه هو ده اللي انا اكتشفته بعد كده. كان مين في الدرجات انت في الاول برضه مش نعم؟ وسط ملعبه كان مين؟ شوقي وحسن مصطفى؟ لا شوقي لا، كان انيس بوكلبان واينو وحسام عاشور وحسن برضو مصطفى برضه يعني اربعه برضه تقال فاكتشفت اللي كابتن بشير بيقول له انا اكتشفته بعد كده بقى، اللي هو بقى ان الاهلي مش محتاجني. طب انت خدتني عشان ما اروحش الزمالك ليه؟ برضو حاجه برضو نفسيا. منين يا كابتن يعني حسيت ان مفيش اهتمام بيك مثلا؟ اكيد طبعا. وبعدين اشتروني باعلى سعر في مصر، حاجه برضو صعب انا يا كابتن بشير، صعب انا اكتشفها يعني. انا برضو 24 سنه عارف بالظبط يعني 24 سنه يعني، ما اهلي وزمالك جاي لك، اهلي وزمالك طبيعي تختار النادي اللي فيه استقرار ماديا وبياخد بطولات ومعنويا وكل حاجه بالظبط. فاهمني يا كابتن بشير؟ معاك. الصفقه دفع فيها كام لبتروجيت ساعتها؟ خمسه و كانت خمسه الا ربع تقريبا يعني، اربعه خمسه يعني، اربعه 750. كان مبلغ وقتها كبير قوي، اعلى مبلغ في مصر. مبلغ كبير. وانت كنت ماضي ثلاث سنين ولا كنت ماضي خمس سنين؟ كام بقى كان العقد السنوي؟ كان العقد السنوي مليون جنيه. برضه كان رقم وقتها، كانت من اعلى الناس في الفرقه. يعني انت دلوقتي عندك عقد مع الزمالك وكلمك، خلي بالك الزمالك كان اكتر في الفلوس والله. كان اكتر في الفلوس. بس انا قلقت. فاهمني يا كابتن بشير؟ من المكالمه بتاع من اول الموضوع دخلنا في مشكله. وانا مش متعود على كده يعني، انا جاي العب كوره مش جاي تدخلني يعني تهددني. اصل بص، نادي الزمالك والنادي الاهلي هو تصرفات. عمر النادي الاهلي ما دخل في منافسه مع نادي الزمالك في لعيب والاهلي ما خدوش، حتى لو ماضي في نادي الزمالك. ركز يعني، انت لو ماضي في نادي الزمالك والنادي الاهلي بيتفاوض معاك وانت ماضيت في نادي والاهلي عايزك هياخدك ازاي؟ ما تسالش. انا نفسي بقالي ثلاث عقود في نادي الزمالك وانا قاعد مع باشمهندس عدلي، قال لي مالكش دعوه. قلت له ماليش دعوه. قال لي مالكش دعوه. احنا ده ليك قصه برضه، لا احنا هنيجي لقصتك. لا ده مش قصتك، مش هتحكي خلاص. ده بقول لك مثال، قصتك دي مهمه عشان شوف انت ماضي في نادي الزمالك هياخدك، ما دام قال لك هياخدك هيفتح بقى الاتحاد يجيب واحد غيرك، بس هياخدك. بس في حاله كابتن حسين ما كانش فاتح ولا اتحاد ولا بتاع، هو بيقول لك انه حصل فيه حاجه قلقته. ما هو برضه يا كابتن بشير الراجل مضى اصلا. لا اصل ده بقى تاريخ خلاص. بس مضى. ايوه هو مضى للزمالك الاول. ما هو مضى للزمالك. اوكي تمام. بس هو قال لك ان في حاجات حصلت هي قلقته، ففي الاخر بس ممكن يا كابتن بشير تصرف فردي. استنى بس يا حسين، استنى. بقول لك مضى، حاجات قلقت السماء اتطبقت على الارض، مضى خلاص، مضى. ايه بقى دي مالها ومال بقى قلقته ومش قلقته؟ مضى. هم يقدروا ما تعرفش ازاي، سحر بقى، ضغط، مصورين الناس، ما تعرفش. طب ازاي يا كابتن؟ هو غير طبيعيه. جاوب على سؤال كابتن بشير. انت مضيت، ممكن بيقول لك كلام مريح يريحك. انت وانا جده نفسه، فاكر جده بتاع الاتحاد السكندري؟ نفس القصه. ده ماضي. ايوه ماضي. قصه جده دي كان فيها قصص كتير. بقول لك ماضي يا كابتن. ايوه ماضي. في حاجه بعد الرياضه جده كان في قصص كتير. لا هم بيقدروا عندهم. بس اهو احنا، ما هو الاجابه هتيجي. هو كابتن حسين هيعرفنا انت مضيت. مضيت زي ما كابتن بشير بيقول، رحت الاهلي ازاي بعد ما مضيت؟ بس ما هو كانت الاستغناء لسه في النادي. تمام. يعني لسه في رغبه. تمام. يعني لسه انت مضيت، النادي ما مضاش. مش هو تقريبا بيبقى اربع نسخ وانت بتمضي على الاستغناء. يعني وانت ماشي عاوز تروح الزمالك، عاوز تروح الاهلي، تمضي. ما كانش ده حصل. لسه كل ده كان امضه عقود كده عاديه وقعد عاديه. ف طبعا ده ممكن برضه هرجع لموضوع التصرف بتاع العقود ده. ممكن يكون تصرف فردي برضه عشان نقول الحق. مش من النادي يعني. مش من النادي
يعني اجتهاد من الاداري ان هو بيعمل شغله وبيأمن شغله وكده. بس احيانا التجويد بس الزياده غلط. برضو بيعمل مشاكل. بس تصرف غلط. التاتش بتاعي يعني محدش يقبله ولا حد يرضاه. بالظبط حط التاتش بتاعه زي حضرتك بالظبط. المهم رحت للمهندس عدلي فقال لي الكابتن الخطيب عاوزك والمدرب عاوزك واي رقم احنا هندفعه. كويس. بس فتطورت الدنيا طبعا. الموضوع بسأل برضو الناحية التانية برضو انت عارف ان انا عيلتي كلها زملكاوية. ايوه. سألت برضو على الشيكات اللي معايا من الزمالك. كنت واخد شيكات من الزمالك ومخلص كل حاجة. طبعا كان ما كانش فيه رصيد ايامها. كانت 2008 دي كانت الدنيا صعبة جدا. رحت النادي الاهلي. كانوا بيقولوا بقى الكابتن عدلي لما بيفاوض حد مش عارف بيقابله في الرحاب وبيقابله مش عارف. لا لا. حصل معاك السسبنس ده ولا عادي في المكتب او في البيت؟ لا لا في البيت عندي. في البيت مفيش رحاب. في البيت عندي. لا ومش في الرحاب. كان بيطلع كده كلام. لا قصص واساطير. القصص دي بتاعتهم. انت شكلك رحت البيت ومضيت. طبعا انت كده رحت البيت وقعدت في البيت مرتين. وممكن احكي لك قصه حسين من غير ما احضرها لان اللي حصل مع حسين هو اللي حصل معايا من غير ما اعرف بالترتيب كده. باشمهندس عدلي بعد كده كابتن خطيب بعد كده الخواجه. بس ممكن يطلع يكذبك. ما هو طلع كذب. ما هو المشكله في كده طلع كذب باشمهندس عدلي ده يعني هو ما هو برضه رادد على شيكابالا في الايام دي برضه ان هو ما حصلش ان شيكابالا بيقول لما بيته وبتاع. وقلت لهم انا لو الزمالك جاب جون انا لا طبعا دي كلها حاجات يعني خلاص من التاريخ. بس الراجل برضه شيكابالا برضه دي الحاجات دي مش هتزوده. يعني مش هتزوده بالظبط. دي بالعكس هيكذب ليه؟ هو شيكابالا بيبطل كمان يعني. شيكابالا محتاج يكذب يا جماعه. شيكابالا ده اسطوره الزمالك طبعا. ليه مش عاوزين يحترموه؟ بلاش 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 الصوره دي يا حسين عشان بتزعلهم. ليه؟ بلاش. دي حقيقه يا جماعه. بتزعلهم. على فكره شيكابالا اصغر مني فانا يعني ولا ليه علاقه بيه. انا بتكلم كلمه حق. شيكابالا اسطوره الزمالك. ما فيش حتى حاجة. معبود الجماهير في الزمالك. والكابتن بشير يقول لك ما احنا حرين يا اخي. صحيح احنا حرين ان شاء الله. حتى ايه المشكله ضرك فيه؟ لا مع التحفظ طبعا نقلهه. بس يعني تقصد نمجده بالظبط. بس يعني انا ضرك فيه لما انا بمجده وبكبره وبقول اسطوره بقول هو. لا هو انت زعلان ليه؟ هو عشان في شد وجذب بينهم وبين الجمهور. ايوه ليه ليه ليه؟ انا مالي ومالك؟ انا بتكلم دلوقتي على لعيب عندي. انت زعلان ليه؟ او انت داخل متداخل ليه؟ ما تقول زي ما انت عايز تقول. يعني انا حر بما انا ما جيتش عليك في حاجه وما جيتش جنبك ولا اتكلمت على حد عندك في حاجه. انا حر في اللي عندي يا اخي. انا شايف ان ده لا هيجي ولا هيجي زيه. انا حر. لا وبعدين برضه في حاجه يعني المهندس عادل يعني مصمم يطلع يكذبه. طب انت يعني انت كذب ايه؟ ما هو الراجل بيتكلم بنفسه. ايه الموضوع ده مش هيزوده؟ خلي بالك برضه ما هو الموضوع ليه طرفين عشان برضه نبقى يعني منصفين. هو بيقول لك انا ما اعرفش. هو المهندس عدلي كده بيقول لك انا ما اعرفش هو نزل يتمرن بفانلة بيضاء ولا لا. انا هسال وارجع. طب انت ما تعرفش بتتكلم ليه؟ بترد عليه ليه؟ لا برضه ده امر فرع يعني. هو في الاخر اساس الموضوع هو الموضوع خلص من زمان اصلا. لا بس هما عاوزين يقللوا منه باينه قوي. ما اعتقدش يا كابتن. بص انا شايف وبرضه لو تتقبل وجهه نظري يعني كل القصص اللي بتحصل دي يا كابتن بشير بيبقى اساسها السوشيال ميديا. يعني في حاجات بتطلع وبتنفجر. يعني شيكابالا ده لو راح في اي كافيه مليان جماهير الاهلي اول ما يدخل محدش هيهاجمه. هتلاقيهم بيتصوروا معاه وهتلاقيهم قاعدين بيتكلموا. والعكس لو حد من النادي الاهلي من نجوم النادي الاهلي راح مكان فيه كله زمان. واحنا بنشوف ده. ما الراجل بيعمل ايه يا دكتور وليد؟ ده الراجل بيشتم بامه وبابوه. ما عادش الكلام ده بقى. كان دلوقتي الدنيا بقت خلاص يعني الحقيقه الامور ولا يا كابتن مظبوط. يعني انا شايف انه حتى مع قدوم المجلس الحالي اصل دي حاجات برضه احنا شفناها. يعني هقول لك حاجه. اقرب حاجه انا ما شفتش ماتش افريقي للاهلي او الزمالك في السنين اللي فاتت الا وتلاقي جماهير الاهلي بتهاجم الزمالك في المدرج قبل الماتش وجماهير الزمالك تهاجم الاهلي وهتافات له بتاع. انا اخر ماتشين دول نهائي الكونفدراليه مثلا مفيش واحد من جماهير الزمالك جاب سيره الاهلي في المدرج. نهائي دوري الابطال ما شفتش هتاف واحد وانا كنت موجود في المباراه ضد الزمالك. فدي برضو روح عايزين يعني نقصلها. ما هو الرد ده برضو اللي بيعمل فتنه بين الجمهور. ما هو الرد هو الراجل قال ايه؟ هو قال اللي حصل. بيحكي حكايه. بيحكي حكايه. الراجل يعني المذيع بيساله بيقول له انت رحت كنت هتمضي في الاهلي. قال له لا انا فبيشرح له الحاجات اللي حصلت. التفاصيل اللي حصلت. تفاصيل ايه المشكله؟ اطلع انا ارد عليه واقول له لا ما ايه ده ايه ده؟ موضوع يعني قديم وخلاص وحكايه خلص الموضوع. الموضوع خلص. مش مستاهل الكلام ده. وبعدين احنا شايفين العلاقه بين المجلس ده والمجلس ده
كويسه وهاديه على افضل ما هادية. وحتى والله العلاقه الجماهيريه يعني هو هادية. مش كلام ميديا بس انا شفت حتى في الشارع والله جماهير الاهلي بتشجع الزمالك في الكونفدراليه وجماهير الزمالك عايزه الاهلي يتصدر بينعكس على الجمهور انت رئيس نادي الزمالك ورئيس نادي الاهلي الدنيا أكيد. هاديه بينهم أكيد. خلاص انا الدنيا هاديه مفيش حد بيطلع يشتم مفيش حد بيطلع يقول كلمه فيها لفظ خارج ولا اي حاجه يسخن الدنيا مع بعض هي مش ناقصه يعني الموضوع يعني كده احسن يعني كده يعني كل واحد يخليه في فرقته هي الناس مش ناقصه اصلا يا حسين بالظبط كل الناس او الشعب المصري اصلا يعني اللي فيه مكفيه فمش جايه بقى على موضوع الاهلي والزمالك واهلي والزمالك ده يعني الكبريت والنار زي ما بيقولوا او الكبريت والغاز او الكبريت والبنزين يعني مش بس مش متحمله ده مش حاصل يا كابتن يعني مؤخرا بجد ده مش حاصل يعني لما كان بيبقى حاصل كنا بنتكلم مش حاصل مش عاوزينه يحصل بقى هو مش حاصل زي ما حضرتك بتقول بس هو مش عاوزين نوصل للموضوع ده تاني بس احنا شفناه قبل كده صح ولا غلط؟ اكيد اكيد ووقت ما كان بيحصل كنا بنقول ان هو بيحصل بس خلينا نكمل بقى الموضوع طب عرفت ازاي انت خلاص مثلا اخترت الاهلي الزمالك بقى بعدها كان موقفهم ايه؟ حصل شكاوي حصل بتاع ولا يعني بقى ازاي؟ طبعا حصل شكاوي واتصالات كتيره وبتاع وهنرفع الوصلات الامانه والقصص دي خلاص بقى الموضوع كان يعني كان خلص خلاص ما حصلش اي مشكله بالنسبه لك ولا لا لا كان ايقاف لا هو ضغط نفسي بس مش اكتر فانت لما دخلت النادي بقى كابتن حسين يعني جوزيه اتعامل معاك ازاي الامور ازاي وبرده خلينا نكون صرحاء هل كان في هنعتبر انه كان في مانويل جوزيه كان عنده لعيبه اساسيه وما كانش الموضوع انك تدخل بسهوله هل انت كمان كان في تقصير من ناحيتك ولا اكيد طبعا اكيد بس انا طبعا الموضوع ده طول فانا ما حضرتش معاهم فتره الاعداد في المانيا كابتن بشير عارف لعيب وعارف ان فتره الاعداد دي مهمه جدا طبعا بيبني عليها بتبني عليها في الموسم انا من نوع كمان يعني مركزي محتاج مع زي كابتن بشير كده شغل كتير طبعا عشان يعني تقف على حيلك بس فانا اتكلمت معاه مره واثنين وثلاثه حتى جيت اخر السنه كده كلمت كابتن حسام البدري قلت له لو ما لعبتش همشي قال لي لا انا كان مانويل جوزيه خلاص ماشي قال لي انا هلاعبك السنه الجايه ومش هلاعبك واقعد وهلاعبك وكده انا قفلت خلاص حتى رحت المهندس عدلي قلت له انا عاوز امشي قال لي روح لتامر النحاس هو يمشيك فقلت له اشمعنى تامر النحاس يعني قال لي بس روح له هو يمشيك حتى انا دفعت فلوس من جيبي ورحت الجونه بعد كده حتى الكابتن حسام كان عاوزني يعني كان عاوزني العب يعني العب السنه الجايه هو اللي مسك الفرقه في فانا صممت انا بس برضو لما اكون انت واخد احسن نص ديفندر في مصر 2007 2008 تاني موسم ما تلعبش خالص لا. بس برضو انا ممكن ده يكون امر واقع بس انا كمدرب ايه اللي يخلي عندي ديفندر تقيل قوي وملعبوش مش أنا هل بس. مثلا حصل كلاش بينك وبينه موقف خالص 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 مفيش غير ماتش بس ماتش الاسماعيلي في الاخر خالص ما كانش فيه ديفندرات لاعب جاب محمد سمير لعبه ديفندر شايط الكوره وطالع بره التمرين خلاص بقى لكن قبل كده ما حصلش اي خالص كلاش خالص خالص بس يعني ايه كل حاجه بقى الصوره ابتدت يعني ايه تظهر قدامك انا اخترت غلط بقى ما حصلش بقى تواصل من الزمالك بعدها وخلاص كان الموضوع لا خلاص بقى ما رحت الجونه وبتاع جونه ثم ايه طبعا الموضوع اللي انا عملته ده برضه ضايقهم يعني ضايق الزمالك اكيد قفلهم يعني دي حقيقه بس انا برضه يعني كان في يعني التصرف بتاع الموضوع العقود ده قفلني برضه خفت انت فاهمني هو والله زائد الموضوع الماديات كذا حاجه بقى الكلام اللي انت بتقوله ده مهم لانه زي ما بنقول وكابتن بشير برضه بيبقى معايا في القصه دي احنا لما بنتكلم عن حاجه حصلت في الماضي فهو انت في الاخر انت بتتعلم دروس يعني كابتن حسين بيحكي قصه هي حصلت خلاص من 14 من 16 سنه ولا اكتر من كده والموضوع خلص وانتهى واتقفل وجي على الزمالك لعيبه كتير وهو راح انديه كتير وجي على الاهلي لعيبه كتير والموضوع اتقفل تمام بس في الاخر قصص الماضي دي بنطلع منها بدروس وعبر علشان تستفيد بيها للمستقبل يعني كابتن حسين كان وقتها في التوب فور الزمالك كان خلص معاه بس يعني حاجه في التفاوض حاجه خوفته حاجه قلقته طريقه تفاوض معينه خلته خلاص يقفل الباب مع انه كان ماضي ومخلص وراح الاهلي برضه في الاهلي الامور ممكن يكون في حصل اخطاء من هنا حصل اخطاء من هنا في الاخر هي دروس يا كابتن بشير بنتعلم منها وهو عشان كده انت بتتكلم عن الماضي علشان تشوف المستقبل وتشتغل عليه صح يعني في نقطه برضه يا دكتور برضه في الموسم اللي انا كنت فيه كان هما النادي الاهلي كان واخد حسين ياسر
وهاني العجيزي واحمد حسن دروبا، كل دول كان ده كان هداف الدوري، كل دول كان نجوم في فرقته ما لعبوش. بالظبط. يعني انا برضو هرجع لك في النقطه ان الاهلي كان بياخد اي لعيب يظهر في اي فرقه بيشتريه، محتاجه ولا مش محتاجه دي مش هتفرق يا كابتن بشير. مش هتفرق. بس في صفقات برضو راحت النادي الاهلي وكملت وطلعت. انا بكلمك على الموسم بتاعي. هم دول بس، يعني هم دول المجموعه بس اللي راحت، دول اللي الاربع اسماء دول. ده اكيد اسماء كتير انت مش متذكر، بس مش بس السنه دي اللي هي 2008 هاني العجيزي، احمد حسن دروبا، حسين ياسر محمدي، وانا ده اللي انا متذكرهم دلوقتي. يعني قصة زي ما بقول لكم، يعني اللي عاش الفترة دي فترة صفقة كابتن حسين علي هيفتكر الأحداث والسسبنس والجدل الكبير اللي كان حصل وقتها، لكن طبعا هي قصة أصبحت من الماضي. خلونا نطلع لفاصل سريع، وبعد الفاصل هنتكلم عن منتخب مصر وهنتكلم عن استاد النادي الأهلي. اهلا بيكم مرة تانية، مكملين كلامنا مع نجومنا كابتن بشير التبعي وكابتن حسين علي. اروح لكابتن بشير، يعني النادي الاهلي طبعا من شوية اعلن عن بدء مشروع استاد النادي الاهلي، واعتقد دي بداية كابتن بشير لتحرك بقى من جانب الاندية. يعني النادي الاهلي بيعمل استاد وهتبقى مدينة رياضية مش استاد، هيبقى استاد وجامعة ومستشفى واوتيل وحاجة على مستوى زي ما بنشوف في اوروبا. اعتقد كمان ده لازم يكون دافع لنادي زي نادي الزمالك انه كمان يبدأ التحرك. وكان في الحقيقة كلام في الفترات اللي فاتت، اعتقد ان الادارة مع الاستقرار الحالي والحال الازمات المالية بتتحل شوية بشوية، اعتقد انه الامور ممكن تمشي في الاتجاه ده كمان. والله انا بص، انا اتحريتني الكلام ده، يعني دلوقتي عايز اقلع الجاكيت والله العظيم. بص، النادي الاهلي في الجزئية دي بتاعت الاداريات والحاجات دي منظومة عالمية يعني غير طبيعية، بيقدر يسيطر ويقدر يرسم خطوط عريضة تخلي اي حد يبقى فخور ان هو بينتمي للمنظومة او القلعة الحمراء زي ما بيقولوا. احنا يعني معلش ككلم، احنا كنادي الزمالك يعني في الحتة دي بالذات اداريا، مع احترامي سوري يعني انا ما راسي مش عارف اقولها ايه، مش مكشوفة لحد، لا احنا دايما فاشلين في حاجة زي كده. احنا بنسمع عن استاد نادي الزمالك ده بقى لنا فترة كبيرة قوي، وبنسمع ان الارض اتاخدت والارض اتبنى عليها والمعدات دخلت تشتغل ومفيش حاجة. او النادي الاهلي النهاردة بيعلن هو وجايب اكبر مستثمرين في الشرق الاوسط كله، انا مش هقدر اقول في العالم، لكن في الشرق الاوسط كله. انا شفت منظر الناس اللي قاعدة، الوجوه دي وجوه مش غريبة، اذا كان مش عايز اقول في ناس أساني. اشتغلت شركات، اشتغلت في كاس يعني في كاس العالم، في ناس اشتغلت في كامب نو، في ناس اشتغلت طبعا لها مشاريعها، لها يعني في حاجات على ارض الواقع، على ارض الواقع سلسلة فنادق عالمية هي بالزبط. اللي بتتولى الفندق، يعني في الاخر انت برضو بتدي الملف لكل واحد متخصص وشاطر فيه، اسامي تخض كلها بالزبط. فشابوه يعني، شابوه للنادي الاهلي على ان هو يعني خلاص حط رجليه وحط المسمار الاولاني في المشروع اللي انا بقول عليه استثماري من الدرجه طبعًا الاولى. طبعا ويعني ما اقدرش اقول غير ان انا يعني مجلس اداره الزمالك لازم يعني يشوف يبص الاهلي عمل ايه، او في الطريقه دي او في المشروع ده، ويبدا هو كمان يتحرك، لان احنا مش اقل من النادي الاهلي، النادي الزمالك مش اقل من النادي الاهلي ان ما كانش زيه او اعلى. لازم يتحرك ولازم يعني يقولوا ايه، مش يرمي بياضه على الاقل. بص، هو يعني يا كابتن حسين في اسبانيا مثلا كان ريال مدريد في الفتره اللي فاتت مستقر اكتر من برشلونه، مستقر ماليا والامور الاداريه ورئيس النادي مكمل والامور مستقره وبيكسب بطولات وعنده فلوس، فهو اللي بدا مشروع استاده الاول. طبعا كل نادي في العالم كبير عنده استاد، بس وسع الاستاد وكبره وعمل سقف وعمل منطقه مش عارف ايه وزود التكنولوجيا وكذا وصرف وجاب شركات وبتاع. بعديه على طول بشويه بسنه ولا اتنين ولا تلاته برشلونه كمان عمل نفس المشروع، وقفل استاده دلوقتي وبدا يشتغل في الاستاد في الكامب نو، وهيعمل نفس المشروع بنفس الضخامه. فهي في الاخر حد بيرمي الحجر في الميه الدنيا بتتحرك، ولا انت ايه رايك؟ بالظبط طبعا، بس طبعا بتفرق من امكانيات نادي لنادي. يعني نادي الزمالك برضو مجلس الاداره الجديد واخد النادي عليه دافعين لغايه دلوقتي 5 مليون دولار
الله يكون في عونهم. شوف المدافعين، ممدوح عباس اللي دافع تمام، مفيش مشكله. بص هو انت في الاخر برضه قصدي يعني اللي هو بيتسدد يعني. لا بس كل واحد لازم ياخد حقه يعني، معلش ما اجيش انسب حاجه حد عملها لحد تاني. تمام ولا الزمالك يدفع منين؟ تمام. الراجل ده يعني طبعا طبعا بيعمل مقام ولا تمثال؟ الناس كلها عارفه هو اللي بيدفع. ماشي ماشي، الناس كلها عارفه. يعني برضه موجود ان يبقى في محب او في مستثمرين او في رجال اعمال بتحب تساعد، ايه المشكله؟ كابتن بشير كل الناس عارفه في تاريخ الزمالك ماشي، انا بعرف بقى بننسب بقى بنقول مين عامل ايه ونعمل ايه. كل الناس عارفه ان الاستاذ ممدوح بس كده يعني، دي ما فيهاش خلاف يعني. تمام. ففي اولويات برضو النادي عليه ديون كتيره، فيعني نخلص اللي علينا الاول بالظبط، نخلص برشلونه على فكره كانت السنه اللي فاتت عليها ديون كتيره قوي، مشيت ناس كتيره قوي وقللت الاجور بتاعت اللعيبه. ده حقيقي، ده حقيقي، وناس مشيت وميسي مشي عشان كده الفرقه وقعت. عشان كده الفرقه وقعت طبعا، ما خدتش حاجه ولا اي حاجه، ما هي كره كده، كره استثمار وفلوس، بنزين بتاع الدنيا. هو قالوا لهم انا احنا امكانياتنا البادجت بتاعنا السنه دي كده، وهنقلل الاجور، اللي عاوز اهلا بيه ومش عاوز اتفضل. بالظبط. فهي ان شاء الله يعني الفتره الجايه اكيد نادي الزمالك هيبص الارض اكتوبر وموضوع الاستاد ده، عشان ده هيدخل دخل غير طبيعي. انت شايف ان ده بالنسبه للنادي الاهلي هيكون مشروع مفيد يعني، جه في وقته؟ اكيد طبعا. اكيد اكيد هيفيد النادي الاهلي كتير قوي ماديا بطريقه هينقله نقله تانية خالص، بالرغم ان احنا عمرنا ما سمعنا عن اي مشكله ماديه للنادي الاهلي طول عمره. ستيبل ومستقر ماديا تمام، لكن هو بيفكر وبيبص لقدام، ليه ما ينافسش الانديه العالميه مش اللي في الشرق الاوسط وافريقيا؟ هو باصص لكده او طموحه لكده، بدليل المدينه الرياضيه مش استاد، بقول لك مدينه رياضيه. عارف يعني ايه مدينه رياضيه؟ يعني احلم تلاقي. هو زي الدكتور وليد ما بيقول، كل واحد بياخد من الملف بتاعه المتخصص فيه بيشتغل. هو ده ميزه النادي الاهلي، في سيستم شغال، الناس شغاله فيه، كل واحد ياخد اللي هو يعني الوظيفه بتاعته. بالظبط بالظبط. خلي بالك الرعاه بيجوا يا كابتن بشير، اللي بيحطوا الفلوس يعني، النادي الاهلي مش هيكلف حاجه طبعا، فالرعاه بيجوا يحطوا الفلوس في الاستاد وتبني، وبيبقى عندك حق استغلال الارباح 15 سنه مثلا، وبعد ال 15 سنه كل ده بيرجع للنادي الاهلي، بس فانت في الاخر بتستفيد. ومستفيد بس الرعاه ما بيروحوش لاي حد، الرعاه بيروحوا للناس الناجحه اللي بيسمعوا عنهم ان هم ناجحين، ان هم يقدروا اصل العمليه فيد واستفيد. طبعا طبعا طبعا. هو انا كرايح احط فلوسي في حته مستقره عند حد هيفيدني طبعا، مش حد هيخسرني طبعا. فده بيجي من ايه؟ من السمعه ومن الشغل ومن الاداء ومن البطولات وكل حاجه، والبطولات وكل حاجه. فمحدش هيروح لحد قاعد كده وخلاص، مستحيل. انت لازم بتقرب وده بيقرب، ولازم تشتغل عشان ده يبص لك ويقول لك تعالى انا جاي لك، وبيعرض عليك وبيجي تحت رجليك ويقول لك انا عايز ابقى معاك، غير ما انت تروح تقول له والنبي تعالى لي، انت فاهم؟ صح. فده يعني يتوقف عليه، الناس لازم تشتغل، لازم تبتكر، لازم تشوف حلول للمشاكل عشان تطلع منها. تمام؟ صح. هتلاقي كل بعد كده كل الناس جات لك، سواء راعي، سواء السبونسر بتاعك، الحاجات دي كلها. احنا كنا واخدين البطولات النادي، يمكن الفتره اخر فتره كنت بلعب فيها في النادي مثلا، كان نادي الزمالك مسيطر ثلاث سنين دوري ورا بعض، وبطوله افريقيا وسوبر افريقيا من 2000 ل 2004. حقبه كانت حقبه كويسه جدا، بس الناس كانت في النادي محلك سر، ما كان الراعي بتاعنا حتى كنا قد كده، واحنا اللي واخدين الناس الثانيه كانت قد كده. طب ازاي؟ ما هو ده انا مش هسميه فشل برضه من جوه النادي، لان النادي لازم يستثمر الوقت ده والتوقيت ده، ان انت اللي راكب وانت اللي مسيطر على الكوره في الوقت ده، فلازم تجيب الناس كلها هي اللي تجري وراك، مش انت اللي تروح لهم. ما حدش عمل حاجه، بالعكس الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه بتبقى فوق قوي وانت قد كده برضه. هو كده، طب ازاي؟ ما هو ده برضه معلش نادي الزمالك في عندهم قصور في الموضوع الاداري ده، ايه اللي ناقصه؟ هو ده اللي فارق، مفيش سيستم. كابتن بشير كان موجود كمان، يعني ايه اللي ناقص؟ كان ايه اللي ناقص نادي الزمالك وقتها علشان يقف في الحته دي او يروح للمنطقه دي؟ انا لو انا اعرف كنت حليتها، كنت اروح اقول لهم، بس دي مش حتتي. يعني انا لعيب كوره بتمرن وبلعب، دي الحته اللي انا فاهم فيها. لا بس متعيالة يا كابتن بشير، قبل المجلس اللي يجي ده، الناس المحترمه اللي جت دي، كان كله بيفكر في نفسه. بيفكر ازاي اجيب لعيب، اجيب كابتن بشير يلعب عندي 3-4 سنين، اتصور معاه، اعمل شو، صفقه جماهيريه. طب والنادي استفاد بايه؟ النادي استفاد بايه؟ جبت 15 20 لعيب، مشيتهم السنه الجايه، جبت غيرهم، طب الفلوس دي ايه؟ على الارض كده. وبتيجي تمشي اللعيب، طبعا انت بتجيبه مثلا برقم وبتمشيه، ممكن تمشيه ببلاش عشان تخلص من عقده. طب فين بقى الفكر؟ فين الفكر اللي يجيب لك الفلوس دي؟ تمويل اللعيبه، الفلوس اللعيبه، اصرف على النادي ازاي، بقيه الالعاب.
ابني استاد، ابني فرع تاني، فرع تالت. هو ده الشغل يعني بالبلدي كده، لازم تدي العيش لخبازه زي ما بيقولوا. كل واحد بيفهم في حته، مفيش حد بيعمل كل حاجه، مفيش حد بيعمل كل حاجه بالظبط كده، مفيش حد بيعمل كل حاجه. اصل فرحتي انك جايب حد مثلا مديله اوضه فلوس او شيك على بياض، جيب لي ميسي، طب ايه المشكله؟ طب انا اروح، انت عايز كام يا ميسي؟ 120 مليون، افتح الاوضه يا ابني، خد 130. ايه بقى ايه الفقاقه وايه الصعوبه في كده؟ ايه الانجاز في كده؟ بعت ابني الصغير سوبر ماركت يشتري لي اي حاجه، خد يا ابني فلوسك. ايه بقى الفقاقه؟ مش فاهم. صح. ايه لا، هم التفكير كان محدود، وان هم يوهموا الناس ويوصلوا للناس ان ده انجاز. انجاز في ايه؟ مش فاهم. ايه الانجاز في كده؟ ان انا حاجه سلعه بتتباع بخمسه، انا جبتها بسبعه. ايه الانجاز في كده؟ مش فاهم. هل الانجاز ان انا اجيب سلعه اصلا بواحد هي تمنها اصلا 10 وابيعها ب 20؟ ده انجاز. الانجاز مثلا زي المدينه الرياضيه اللي بتتعمل دي، الانجاز ان انا اجيب واحد راعي للفريق مديني مبلغ غير طبيعي، وحتى لو انا ما استاهلوش بس انا جبته. اصل ال 50 جبت واحد راعي بيدفع لي 100. الانجاز ان انا اخد بطوله وانا كنت بعيد عنها خالص. الانجاز ان انا اجيب مدرب عالمي عندي يعني يعمل لي فرقه الكوره دي مثلا صحرا في الكوره. صح. ما هي فرقه الكوره، كره القدم بالذات، هي عنوان اي نادي. طبعا. صح. كره القدم بالذات، لا تقول لي بقى لا يد ولا سله مع احترامي ولا فولي ولا هاند بول ولا سباحه. هي دي اللي بتجيب الراعي، وهي دي بتجيب الفلوس، هي اللي بتشد الناس. صح. بس ده الانجاز، وهي اللي بتشد الرعاه. ما هي يعني كل حاجه بتشد الرعاه طبعا. وهي اللي بتجيب لك الفلوس طبعا. فرقه الكوره، انت ايه رايك في فرقه الزمالك دلوقتي؟ يعني الفرقه ناقصها ايه علشان تقدر تقول وانت مغمض كده لا ده الزمالك هينافس على الدوري، الزمالك هيحافظ على الكونفدراليه او هيصعد دوري ابطال وياخد دوري ابطال وينافس على دوري ابطال؟ ايه اللي ناقص فرقه الزمالك دلوقتي؟ لا، هي محتاجه تدعيمات في خط الدفاع، في الهاف ليفت، الفيرود. الفرقه عايزه فرقه. لا، عايزين فرقه، عايز 11 لعيب. اسمع، مش حاجه برضو. انت كل الصفقات دي، هو عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، واحمد حمدي اتصاب، وشحاته اربع لعيبه من 8 و9، هم كتر خيرهم برضو هم يجيبوا. اللي بيلعب في مكانك زياد كمال، زياد بس ما بياخدش. هو لعيب كويس جاي بس ما بياخدش، لسه صغير. هيبقى لعيب كويس على فكره. حتى الناس اللي بتقول عقده ومش عقده، لعيب هم بيعرفوا يبيعوه، بس هو لعيب كويس، لعيب منتخب. لا بس مش يعني هو لعيب كويس بس مش دلوقتي، لسه قدام شويه، ومش بحجم الفلوس ده. حسين، ما هو صغير يا كابتن. هو صغير. ما انا ايه عار حسين؟ ماشي يا كابتن. هو النادي ام بي، هما ام بي وبتروجيت والانديه الشركات دي، لما الاقي اهلي وزمالك بيكلموهم من الاخر، يعني هما ايه، شطار في البيع. عمرها ما حصل في التاريخ. حسين ليه يا كابتن؟ كايه اعاره؟ عارف بكام؟ ما انت مزنوق يا كابتن، انت مزنوق في الوقت. ايه يا عم، هو انا جايب مين؟ مش تقليل من الراجل، انت جايب مين؟ ده انا لو بتركه في عز مجده اصلا في نادي الاهلي، وهيطلع اعاره. مع احترامي ليك يا كابتن. ليه ان شاء الله؟ ماشي، مع احترامي ليك. في لعيبه ايه في الدوري المصري؟ ايه اللعيبه الكويسه؟ مفيش. طيب خلاص، استنى اجيب من بره بقى. المبلغ ده اجيب من بره. ما انت عندك الافار، الراجل انا واخد لعيب اعاره يجيب 40 50 مليون جنيه حسين، وعاملين له حق ان هو يبيعه اصلا. كان نادي ام بي بس هو يا كابتن ما بتدفعش كده. هو 5 مليون اول سنه يعني متقسمه. سنه ايه ده؟ هي اعاره. ما هو سنتين ونص اعاره. سنتين ونص. لا، الموضوع صعب، الموضوع ده صعب جدا. و هي وجهات نظر، عليه علامه استفهام كبيره. و لا يعني اللعيبه كلها اللي انت قلت عليها دي، ما فيش فيها، بس مع احترامي لاي حد، اللي يفيد نادي الزمالك في الوقت الحالي او الفتره الجايه هو لعيب واحد بس، هو ناصر ماهر. مع احترامي لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بيفنش حياته. مش حاته كويس. بس لسه احمد حمدي. احمد حمدي، انا مش، معلش، احمد حمدي يعني دي مش بتاعته طبعا. بيلعب على سطر ويسيب سطر، اللي هو بيتعور مش ذنبه. بس انا مش ذنبي ان انا اجيب لعيب مثلا حظه وحش في الاصابات، برضه انا جايب لعيب عشان يشيل الفرقه. ما دي بتاعت ربنا. انا قلت ما انا قلت اهو وخلاص. بص، نادي الزمالك عايز يشيل الحقيقه، يعني كان سايق الحظ انه جات له الاصابه في الوقت اللي كان نجمه اللي كان طالع. انا ما قلتش حاجه. مش حاتة ده لعيب كويس قوي. لعيب كويس مش هيديني دلوقتي، يعني عايز لسه يخش جوه 11 لعيب يشيلوه عشان يبدا يتعود ويتاقلم. لان شحاتة جاي لي منين؟ من الجيش. الجيش مع احترامي ليه، فرقه بتلعب مثلا تبقى في نص الجدول مستقره. انا معاك في دي فرقه بطوله، اللي يجي يشيل. لكن للاسف نادي الزمالك دلوقتي ال 11 اللي في الملعب عايزين اللي يشيل، مش هم اللي يشيلوهم. احنا لما كنا بنلعب اي حد كان بيجي لنا من بره احنا بنشيله في وسطينا، لان احنا كنا تقال، وكان الجيل بتاعنا مثلا نقول واقف على رجليه شويه غير دول.
الجيل اللي موجود دلوقتي لا الجيل يعني المواهب قلت بس كاب بس الواحد مش موجود هو ماشي هو بقى حظك كده انك جيت في الوقت ده وانت جاي الجمهور متعشم ان انت جاي تشيل مش طيب. مش هيستحملك ولا يعني نادي الزمالك لو بيلعب والدوري موجود وجمهور موجود لو بصيت بصه غلط وقسما وانت جاي من بره قسما بالله لو تبطل تلعب تاني بصه غلط بص واحد بس جمهور نادي الزمالك ما بيرحمش لانه صبر كتير وتحمل كتير فما بيفرقش بقى انك جاي ولا مش جاي انا جايبك ودافع فيك عشان تشيل متفائل بيك عشان انت جاي ترمم لي او تسد لي الحته دي الناس اللي جت دي كلها معلش يعني عبد الله سعيد انا اكتر لعيب بحب اتفرج عليه كان بعد ابو تريكه فما بحبش اجيب سيرته عشان ما يزعلش مني لان عبد الله انت جاي تشيل عبد الله لعب 8 9 ماتشات لغايه دلوقتي ما شفتلوش حاجه تسكت خلينا نشرك معانا واحد من نجوم نادي الزمالك وبرده كان صفقه يعني من الصفقات اللي راحت نادي الزمالك ما كانش بادئ معاهم لكن الحقيقه كان ليه مسيره مميزه سواء مع نادي الزمالك وكان ليه كمان مسيره مميزه ولقطات مميزه مع منتخب مصر كابتن حماده طلبه مساء الفل يا دكتور ازي حضرتك وطبعا بمس على الكابتن بشير التبعي والكابتن حسين كابتن بشير التبعي ده من احسن الناس اللي انا لعبت جنبها طبعا كان مدافع كبير قول لنا كان ليا الشرف طبعا ان انا العب جنب الكابتن بشير طبعا انت كده دخلت صح يعني بص هو صدقك هو ايه مش عارف انت هو عاوز يتعصب عليا بس هو مش عارف في عشره وفي حاجات كتير هو ما حضرهاش كابتن وليد لا انت كده خلاص يا كابتن خدت الكريدت فقول لنا يعني احنا كنا طبعا مع كابتن حسين وكابتن بشير كنا فاتحين موضوع نادي الزمالك والفرقه الحاليه لنادي الزمالك وكابتن بشير شايف انه الصفقات يمكن ما فادتش كتير باستثناء ناصر ماهر وان الزمالك محتاج كده ايه يعني 11 لعيب 11 كمان عدد كبير يمكن كابتن حسين شويه الى حد ما يعني بيقول لك ان الموضوع ممكن 3 4 صفقات ممكن يقوموا الفريق على رجله انت ايه رايك في فريق نادي الزمالك دلوقتي وعن احتياجاته للموسم الجاي لا خلينا طبعا عاوز الاول اقول كلمتين في حق كابتن بشير طبعا الكابتن بشير كان من بصراحه يعني الراجل حارب عليا ان انا اكون متواجد في نادي الزمالك ودي كنت بشكره عليها طول الوقت كابتن بشير التبعي هو الوحيد اللي رشحني لنادي الزمالك يعني الراجل بصراحه لما بيجي يتكلم على اي لعيب او يتكلم على اي حاجه من حبه في نادي الزمالك انا بشكره طبعا على الهوا وصاحب فضل عليا بصراحه ثاني حاجة كابتن ان انت بتتكلم حضرتك نادي الزمالك محتاج لعيبة انا معاك ان نادي الزمالك محتاج لعيبة بس نادي الزمالك عمل طفرة من اللعيبة الفترة اللي فاتت ديت لعيبة مهمين جدا ولعيبة كويسة جدا زي ناصر ماهر وزي عبد الله السعيد وانا شايف الصفقتين دول مهمين جدا جدا نادي الزمالك محمد شحاتة دوت من اللعيبة اللي هتبقى كويسة ان شاء الله الفترة اللي جاية لا نادي الزمالك من ناحيه محتاج باك ليفت لازم يكون متواجد محتاج 2 سرد باكات على الاقل يكون متواجدين لو الكابتن بشير بيتكلم حضرتك كابتن بشير انت بتتكلم ان انت عاوز اكتر من كام لاعب في المركز اكتر كام لاعب لا انت عاوز حوالي مثلا 9 لعيبه او 8 لعيبه انا من وجهه نظري يكونوا متواجدين حاليا في نادي الزمالك تمام يعني صح ولا لا يا كابتن تمام مظبوط يعني انا شايف ان نادي الزمالك محتاج فيرود كويس محتاج باك ليفت كويس محتاج 2 سيرد باكات كويس محتاج ديفندر مع دونجا ومع محمد شحاتة من اللعيبه اللي هي لسه جايه بس لسه عاوز جاي لسه ايامه جاي لسه جاي عندك لازم يكون في طرفين كويسين جدا متواجدين برضه في نادي الزمالك لا نادي الزمالك الفتره اللي جايه محتاج كده فرقه يا كابتن طيب حماده زي ما انا قلت كده فرقه لا محتاج لا انا معاك اللي هو محتاج لعيبه انت النهارده كابتن برضو انت عندك يعني احمد حمدي النهارده من اللعيبه اللي كانت بتأدي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك الفتره اللي هو كان متواجد فيها لغايه بعد الاصابه يعني انا طبعا الراجل دوت ادى بشكل كويس لعيب كويس ما كانش عندنا الديفندر اللي هو بيكمل طول الوقت في ال 18 لا انا شايف مع احمد حمدي احنا خسرناه انما ان شاء الله باذن الله تشوف عبد الله السعيد يعني الكابتن بيشير سامع وبيتكلم على عبد الله السعيد دوت انا من يعني من اللعيبه اللي انا كنت بستمتع بيها وانا معاه متواجد معاه في المنتخب ومعاه بيراميدز لا لعيب بيتحرك كويس لعيب بيعرف ياخد مكان كويس لعيب عنده رؤيه كويسه جدا في الملعب عبد الله السعيد ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تشوفه في نادي الزمالك بيأدي بشكل كويس دي الصفقه كنا احنا مستنيينها من زمان انا شايف ان شاء الله باذن الله عبد الله السعيد لو فاق
وقدر ان هو يحرز يجيب اجوان مع نادي الزمالك، ان شاء الله اشوف عبد الله في حته كويسه بامر الله. طيب في برضه موضوع جدل يا كابتن حماده، جوزي جوميز المدير الفني، يعني في ناس الحقيقه وناس من الجماهير وحتى المحللين شايفين انه مدرب جاي جدا والراجل ماشي وشغال بشكل كويس وقدر يكسب بطوله مع نادي الزمالك وقادر يقدم افضل حاجه ممكنه من الفريق، وفي اتجاه معاكس تماما انه لحد دلوقتي ملوش بصمه، وان حتى في الكونفدراليه كانت يعني ادارته ما كانتش على افضل ما يكون، والموضوع كان برضه دفع من اللعيبه ومن الجماهير وخلافه، وانه وجوده مع الزمالك ممكن يكون اثاره السلبيه اكتر من اثارها الايجابيه. انت مع اي فريق؟ لا طبعا انا راجل مدرب كويس وبيأدي كويس مع نادي الزمالك، ومش عايزين حد يهدم الدنيا ويقعد يقول الراجل مش كويس. الراجل اخذ كونفدراليه والراجل بيأدي كويس، واخد بطوله يعني، واخد بطوله وانت النهارده هتحاسب، وتقعد تحاسبه بالقطعه وتحاسبه بالماتش. انا مش مش مع الناس اللي تحاسب المدرب بالقطعه. انا النهارده انا بدي لك بعمل لك فرقه كويسه، بحاسبك نهايه الموسم انت اخذت كام بطوله، عندك 4 بطولات اخذت منهم كام بطوله. انا دي من وجهه نظري، انما هو الراجل انا ممكن اقول لك بس في العيب اللي هو الواحد بس، ان انت النهارده الراجل ما بيثبتش تشكيل. لو هو ثبت تشكيل الفتره اللي جايه وركز على اللعيبه اللي هي متواجدين ودخل 3 4 لعيبه معاهم، هتبقى الدنيا بالنسبه له أسهل. يمكن كان عشان عنده قايمه للكونفدراليه وقايمه محليه. أيوة أنا فده اللي أنا برضه بس أصدر. هو الفتره اللي فاتت كان بيقعد يلعب في التشكيل حتى في الدوري، يعني انت ماتش النهارده في الدوري بدا يلعب في التشكيل بشكل كبير جدا. هو عاوز يعمل روتيشن للعيبه، ماشي انا معاك، بس انت النهارده عندك لعيبه ما ينفعش تقعد، عندك دونجا ما كانش ينفع يقعد، عندك زيزو ما ينفعش يقعد. لا انا مش مع اللي هو يعمل روتيشن طول الوقت، انا عاوز مع اللي هو يثبت تشكيل ويقدم مع. لا ما ينفعش الفرقه، انت النهارده عندك قوام فرقه ما ينفعش تلعب فيه. هو ده بس اللي انا اقدر اقول في الراجل، انما الراجل مدرب كويس، راجل عنده ثقه في نفسه، راجل بيعرف عنده حماس على الخط طول الوقت، بيقف على الخط وبيتكلم طول. يعني انا من جوا من اللي بحب المدربين اللي طول الوقت واقف على الخط وبتتكلم. لا الراجل عنده وعنده رؤيه فنيه كويسه. النهارده انت بتيجي تحاسبه، لا الراجل اخذ كونفدراليه، ما حدش بقى يقول لي اخدها بقى بالحظ، اخدها انا معاك ان الجمهور بصراحه كان ليه دور كبير جدا جدا اللي هو في البطوله دي بالذات، واحنا بنشكرهم اللي هم بصراحه عملوا اقصى حاجه عندهم طبعا، وده دورهم في الاخر يعني. ما لا هو الجمهور، خلي بالك الجمهور هو السند اللي موجود دلوقتي، هو السند لنادي الزمالك. انا مش عاوز اقول كلام الناس تطلع تقول لك حماده طول بقول شعر، لا انا بقول لك بجد جمهور نادي الزمالك بصراحه كان ليه دور كبير جدا في بطوله الكونفدراليه. طيب خلينا ناخدك لمنتخب مصر برضو، لانه ده بقى الحدث الاهم بقى يعني، بعيدا بقى عن الاهلي والزمالك والانديه والدوري، هو الحدث الاهم في الاخر والهدف يا كابتن حماده، منتخب مصر ومباراه بوركينا فاسو وبعدها مباراه غينيا بيساو في تصفيات كاس العالم. طبعا اكيد متابع وشفت قائمه المنتخب وشفت كان اخر حاجه حصلت انه فتوح تم يعني استبعاده بسبب الاصابه وانضمام عمر كمال عبد الواحد، المحترفين موجودين، صلاح طبعا وصل بقاله يومين ثلاثه والامور ماشيه بشكل ان شاء الله كويس. انت راضي عن التحضيرات لماتش بوركينا فاسو وشايف المباراه دي ازاي؟ والله انا لو هتكلم يعني انا مش عاوز اتكلم طبعا واخوض في حاجات بعيده عن المنتخب، انا اتمنى ان شاء الله باذن الله اللي يكون المنتخب باذن الله يعمل مباراتين كبار عادي لو ليك ملاحظات فنيه في الاخر. انا طبعا انا ليا ملاحظات على القايمه نفسها انا بالنسبه لي كان لازم يكون متواجد عمر جابر، كان لازم تكون متواجد دونجا. النهارده عمر كمال انا شايف الظروف هي اللي دخلته. عمر كمال كان بيأدي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي، والراجل بيلعب هنا او هنا بيجيب يحرز اهداف بيعمل اجوان، كان يستحق يدخل من البدايه تقصد؟ صح. لو انت مستبعده بشكل كبير جدا هي الظروف اللي دخلت عمر كمال، لكن هو يستحق اصلا من الاول طلبه. طبعا يا كابتن يستحق اللي هو لازم يكون متواجد. ما انا بقول لك لسه جاي اقول لك بالزبط. انت النهارده الظروف هي اللي خليته يكون متواجد، بس الراجل من الاول كان لازم يكون متواجد زي عمر جابر يا كابتن بشير. عمر جابر ودونجا بصراحه بيعمل موسم كويس جدا هو ودونجا. النهارده الاثنين مش متواجدين خالص بالظبط. ما ده برضه لينا لازم يكون الواحد يتكلم بصراحه شويه. انا ما بحبش المدرب يا كابتن اللي بيحب ويكره، هي المشكله الحب والكره في مصر بقى حاجه صعبه جدا. انا مش عاوز اتكلم عشان ما حدش يقول لك انا بهاجم، انما انا بقول لك ديت من وجهه نظري اللي انت طبعا باختيارات في لعيبه، مش عاوز اتكلم على لعيبه اتضمت موجوده، اللعيبه كلها حبايب وكل حاجه، بس اللعيبه ما كانش تبقى موجوده، اللعيبه ما لعبتش وبقت متواجده. النهارده اللعيب اللي بيأدي بشكل كويس مش موجود، النهارده اللعيب الهداف بتاع نادي البلديه حسام اشرف مش موجود،
يعني انت النهارده لو اتكلم عن العدل ده حسام اشرف ده سن اولمبي يا كابتن، لا موجود لا في منتخب اول ولا في منتخب اولمبي. ده لسه جاي اقول لك يا كابتن، ده ولا اولمبي ولا منتخب، يعني راجل هداف الدوري اللي هو بيطلع عينه طول الدوري عشان يوصل للحته ديت مش متواجد، ما ده ظلم يا كابتن، فاهم قصدي؟ انما خلينا نقول ده احنا برضه احنا بنقول وجهه نظرنا، او كابتن بيشير بيتكلم او انا بتكلم او كابتن حسن بيتكلم، ده من وجهه نظرنا. انما هو في الاخر احنا اللي يهمنا منتخب مصر يكسب، منتخب مصر يفرح الشعب المصري كله، عندنا بطولتين. وخلي بالك دلوقتي تصفيات كاس العالم بقت اسهل من الاول، يعني انت النهارده عندك مباراتين، عندك مباراتين انت لو عديتهم ان شاء الله وصلت كاس العالم خلاص انت فرقت. والماتشين لحسن الحظ مع المنتخبين اللي بينافسوك، يعني هم 4 نقط وانت 6، لو كسبت الماتشين هتفرق انت النهارده. طبعا احنا عندنا بقى كابتن، احنا مش عاوزين الظلم. اللعيب الحمد لله، يعني انا كنت بقول لك، انا كنت بتشرف بالكابتن بشير اللي كان طول الوقت بيساندني، طول الوقت بيحفزني، ويا طلبه لازم تكون متواجد في الزمالك، لازم تكون متواجد في منتخب مصر. انا بحب اللي انت اللعيب دوت، لا يبقى انت سند ليك. يعني انت النهارده في ناس كتير، انا احس ان في لعيبه كتير مظلومه اللي هي مش متواجده في منتخب مصر. انا مش عاوز والله اقصى على حد، بس انا بقول لك ده اللي بيحصل، وانا شفت الكلام ده بعيني. يعني انت النهارده عمر كباب من الاول ليه ما يكونش متواجد؟ ليه ما يكونش متواجد؟ يعني مش فاهم. وفي الاخر الظروف هي اللي دخلته. عمر ده الراجل دوت بيعمل موسم كويس، ليه ما يكونش متواجد؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. الباك الشمال يا كابتن حماده عندنا فيه مشكله، وعمر كمال اصلا باك يمين، طبعا هو بيلعب في بعض الاوقات في النادي الاهلي لما كان بيبقى فيه مشكله لمعلول كان بيلعب هو باك شمال. فتوح طبعا اتصاب، محمد حمدي اصلا موقوف ماتش بوركينا فاسو، فاحنا هل ما عندناش باك شمال في مصر ينفع يلعب منتخب مصر؟ يعني برضو والله ده يعني احنا لما انا كنت متواجد الفتره اللي فاتت كنت في منتخب مصر، وانا لعبت باك ليفت وانا مش باك ليفت. بالظبط، هي الظروف بصراحه، هي المركز ده مؤثر مع منتخب مصر بشكل كبير جدا. انت النهارده عندك برضو كان شكري موجود واتصاب وجاله صليبي، محمد حمدي من الناس اللي موجوده برضو. يعني انت النهارده عندك سعداوي ده بتاع النادي المصري لعيب كويس، ليه ما يكونش متواجد؟ عمرو سعداوي يعني. يا عمرو سعد لازم يكون متواجد، الراجل بيلعب بشماله وعدلته ولازم يكون متواجد. اصل انا لو قعدت اقول لك ده لازم وده لازم هيقول لك ايه، سيب الراجل يختار براحته، هو حقه. يعني احنا النهارده احنا بنقول من وجهه نظرنا هو اللي بيختار. انما عمر كمال ادى في المركز ده بشكل كويس، والراجل بصراحه قدر يأدي فيه، يعني زي كريم فؤاد. ما كريم فؤاد قال لعب مع النادي الاهلي وادى بشكل كويس جدا في ماتش النهائي. لو احنا نتكلم، هي الظروف هي اللي بتخليه يفكر في لعيب بيمينه اللي يكون متواجد في منتخب مصر. كابتن، خلينا نقول ربنا يوفقهم، وربنا ان شاء الله باذن الله يفرح الشعب المصري باذن الله، وتكون دي البدايه لمنتخب مصر ونوصل كاس عالم باذن الله يا رب. كابتن حماده طلبه طبعا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بنسعد بوجودك معانا عبر الهاتف. كابتن حسين، قبل ما اروح لمنتخب مصر بعد الفاصل ونتكلم باستفاضه اكتر، في خبر بخصوص نادي الزمالك عندي وعايزك برضو تعلق عليه وتقولي رايك. ان احمد ياسر ريان طبعا مهاجم سيراميكا ومهاجم الجونه وطبعا مهاجم النادي الاهلي السابق، بلغ مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا انه يرغب في الانتقال لنادي الزمالك، وطبعا في مفاوضات من نادي الزمالك بقى لها فتره مع احمد ياسر ريان، وهو بلغ سيراميكا عشان لما الزمالك يتفاوض مع اداره سيراميكا كليوباترا يبقوا عارفين ان رغبه اللاعب هي الانتقال لنادي الزمالك. شايف الصفقه دي لو تمت ازاي؟ والله يا احمد ياسر ريان لعيب كويس، هداف، انا متهيألي ان هو هيفيد نادي الزمالك مع سيف الجزيري. والزمالك محتاج، يعني الزمالك محتاج النوعيه دي، ومحتاجين فرو التالت معاهم عشان السنه الجايه افريقيا. مش مقنع بالنسبه لك؟ لا والله هو كان بادئ بدايه كويسه، طب بس عدم اللعب كتير برضو بيبقى صعب. يعني الناس اللي تفهم الحاجات دي لعيبه الكوره اللي هو ما بياخدش كتير، هو كان واخد كتير وكان بيجيب اجوان واجوان صعبه. بس طبعا ممكن ستايل لعبه، كلام حسام اشرف راجع، وحسام اشرف لعيب كويس قوي، ولعيب كويس قوي ويلعب هاف ليفت وهاف رايت يعني. بس انا متهيألي حسام اشرف برضو مش يعني ايه، ممكن يلعب في البلديه في انديه ثانيه، ما يلعبش في الزمالك فرصه. ما تضمنش انه تحت الضغوط ممكن يعمل اللي بيعمله في البلديه دلوقتي؟ لا، كفروت صريح. كفروت صريح. بس هو لعب في الزمالك. طبعا. وأدى. يعني لعب وأدى، لما خد أدى. كابتن بشير، أحمد ياسر ريان، تعليق على الصفقة لو تم. أحمد ياسر ريان أعتقد نادي الزمالك بقاله أكثر من 3 أو 4 سنين بيتكلم عليه، وكان دايما كابتن ياسر يقول لا أحمد أهلاوي ومش أحمد أهلاوي، وحتى أنا كنت بخش معاه في جدال يعني في حاجة زي كده، أقول له بالعافية يعني النادي الأهلي مش عايزه يا أخي، وبالعافية.
فطبعا هو لعيب مهم وهيفيد نادي الزمالك. لعيب برضه انا بعتبره مش كبير في السن، لعيب عنده طاقه كبيره، لعيب مقاتل، من احسن اللعيبه اللي موجوده، ولعيب منتخبات ودي مهمه. لعيب منتخب اول طبعا كان بيلعب في المنتخب الاولمبي قبل كده، فيعني لعيب منتخبات وعلامه استفهام كبيره ان النادي الاهلي يعني مش شايفه، مع انه راح اكتر يعني لما النادي الاهلي كان بيوديه اعرف اي حته كان يروح يكسر الدنيا ويرجع هداف، طلعه بره برده الراجل مشي كويس قوي بره ورجع برده مش شايفينه. علامه استفهام كبيره النادي الاهلي ان هو مش شايف الراجل، لا مع ان النادي الاهلي بيدور على المركز ده، على لعيب في المركز ده، وجاب اكتر من لعيب في المركز ده ما زي موديست والراجل اللي كان قبليه من امريكا اللاتينيه دون، وقعدوا 3 دقايق ومفيش حاجه خالص. لا هيفيد نادي الزمالك، بس نادي الزمالك برده لازم يجيب فيرويد تقيل، فيرويد تقيل بفلوس كتير من بره، صح. عشان نادي الزمالك نادي بطولات، عايز بطوله، فلازم اللعيب اللي هيجي نادي الزمالك لازم يتحط تحت ميكروسكوب كويس قوي كده، لعيب جاي يشيل مش يتشال، صح. فلازم نصرف عشان نقدر نقول ان عايزين نجيب بطوله. طيب في كلام انه اسم محمود جنش اتطرح في نادي الزمالك، وفي كلام من فتره ان الزمالك عايز حارس، واتقال على مجدي حارس الداخليه، وكان بيفاوض زنفولي وبسام، يعني هو الزمالك عايز يجيب حارس السنه الجايه، فاتطرح اسم جنش بس الاداره رفضت الطرح ده لانه كان ليه بعض تصريحات ضد الاداره في فترات سابقه. فانت شايف، سيبك من الرفض ده، انت شايف ان جنش ممكن يكون اضافه للزمالك ولا خلاص هو مرحلته كانت في نادي الزمالك وخلصت؟ لا يعني ماليش فيها، هقول حاجتين. الحاجه الاولانيه انا لازم قبل ما اجيب جنش اقارنه بالثلاثه اللي عندي، اشوف كويس. يعني ايه الفروقات، ايه انت ايه رايك؟ يعني هو انا مش مدرب حراس، لا بس انت في الاخر محلل مش بتتابع جنش وبتتابع صبحي وبتتابع عواد، الفوارق مش كبيره زي بعض كلهم في الدوري يعني. كله يا كابتن ايه في الدوري كله؟ لا انا ماليش دعوه بالدوري كله، انا بتكلم على جنش والثلاثه اللي عندنا في نادي الزمالك. ما هو عشان هيجيب جنش هيمشي حد من الثلاثه، هيجيب جنش هيدفع فلوس كتير، مش هيدفع فلوس قليله. اصل هو في كلام انه ممكن صبحي هو اللي يكون يعني الاقرب انه يمشي صبحي، فانت عايز بديل لصبحي مع عواد، والكلام ان الزمالك عايز حارس اللي هو ينفع يلعب. انا يعني شايف ان هو قرار مش غلط، مجرد بديل. موضوع صبحي ده قرار غلط. صبحي صغير في السن، صبحي في عنده مشاكل داخليه جوه كتير. ماشي، ما فيش عدم التزامه تقريبا هطلعه اعاره يا كابتن، امضيه واطلعه اعاره. ما انا طلعته اعاره قبل كده، يطلع تاني يا كابتن، ده صغير في السن. عواد عنده كام سنه؟ وهجيب جنش عنده كام سنه؟ لا انا ما قلتش راح اجيب جنش، يعني انت بتتكلم دلوقتي، انا بتكلم على كلام الطرح اللي الكلام اللي بيتقال يعني. لا انا الزمالك لو بدور على جول يشوف له، يشوف جول تقيل، لازم يشوف له جول تقيل باي مبلغ كان، ما دام انا زي مين في مصر يا كابتن؟ يعني مين اللي ممكن الزمالك يدخل بيه بتقله في مصر كده ويخلصه وتقول ان انت ما حدش بيفرط دلوقتي، ما حدش بيفرط في اي جول عنده. انا اعتقد ان هو لازم يعني يشد على الثلاث حراس اللي عنده، يشد عليهم جامد بقى، يعمل لهم لائحه، يعمل لهم عقد جديد. وممكن يا كابتن اتجهت انت على طول، اول ما قلت مين ما لقيتش حد قلت خلاص يبقى نشتغل على اللي عندنا. لا مفيش حد على الساحه. انا شايف ان هو مثلا مع عواد وصبحي رجع احمد نادر السيد ياخد خبره سنه سنتين يبقى جون الزمالك. والله ده طرح، ده جون منتخب. خلي بالك احمد نادر السيد كان في كلام معاه واتقال وقتها يعني من مصادرنا ان احمد نادر نفسه اشترط يلعب اساسي عشان يرجع، وده اللي حاجه اسمها كده. ما هو ده اللي حصل، ما هو مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده ان شاء الله. انا مين اصلا يعني؟ معلش احمد نادر ولا فين احمد نادر عشان يشترط اساسي؟ ما اعتقدش ان في حد عاقل ممكن يقول كده، وما اعتقدش ده تصريح من احمد، مستحيل يكون احمد نادر يقول كده، مستحيل. ما فيش لعيب كوره يقول كده. طيب يعني اخر خبر طبعا معانا من اخبار نادي الزمالك انه كان في برضه طرح ان الزمالك يدخل في صفقه زين الدين بالعيد قلب دفاع اتحاد العاصمه، وفعلا تم التواصل مع اللاعب وطلب 400,000 دولار راتب سنوي علشان يفتح باب المفاوضات، وهم لقوا ان المبلغ ممكن يكون كبير على ميزانيه نادي الزمالك، وبالتالي اتقفل باب المفاوضات مع زين الدين بالعيد وانسحب الزمالك من الصفقه. وعندنا اكيد اخبار تانية خاصه بالنادي الاهلي ومنتخب مصر، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم مره تانية، وطبعا دايما الحديث مع كابتن بيشير على الهوا وتحت الهوا كله بيبقى احاديث ساخنه. النادي الاهلي كمان يعني مكمل تجهيزاته للموسم اللي جاي، مش عشان خد دوري الابطال فخلاص، زي ريال مدريد كده. ريال مدريد خد دوري الابطال، تاني يوم كان بيعلن عن كيليان امبابي. النهارده برضو او الفتره دي النادي الاهلي شغال على صفقه المدافع
احنا كنا بنتكلم ان الزمالك يعني لقى ان راتب زين الدين بالعيد قلب دفاع اتحاد العاصمه هيكون عالي شويه بالنسبه لميزانيه النادي فانسحب من الصفقه، لكن الاهلي كمان شغال على الملف ده، وفي كلام او في مفاوضات كنا اتكلمنا هنا في بوكس بوكس مع الاستاذ محمد شبانه عن يوسف ايمن، لاعب طبعا الدوري القطري اللي بيحمل الجنسيتين المصريه القطريه، وهو قلب دفاع ومن اللعيبه المميزه وصغير السن وهيتسجل كمصري تقريبا. المفاوضات يعني وصلت لمراحل متقدمه جدا، ممكن تكون اعاره بنيه البيع، اعاره موسم بنيه البيع. كمان زين الدين بالعيد المدافع، مدافع من المميزين الحقيقه في الدوري الجزائري ومع اتحاد العاصمه في الكونفدراليه وفي المنافسات القاريه بشكل عام، من اللعيبه اللي اثبتت كفاءه. الاثنين الاهلي وصل لمرحله متقدمه جدا في المفاوضات معاهم، كان في كلام يعني مع اكتر من صفقه محليه زي محمد اسماعيل والعش من زد للتعاقد مع النادي الاهلي، لكن يعني النادي الاهلي جمد المفاوضات معهم لحد ما يشوف موضوع زين الدين بالعيد وموضوع يوسف ايمن ويوصل لحل فيهم، وهم يعني موجودين اذا تمت المفاوضات خلاص، اذا ما تمتش ممكن تاني يطرح اسم اسماعيل او العش للتعاقد مع النادي الاهلي. كمان الكابتن محمود الخطيب طلب تقرير من اداره الكوره من كابتن بيبو عن قصه قفشه، وهل فعلا تم منعه من المران ولا الامور مشيت ازاي؟ اللي عرفناه ان في غرامه تم توقيعها من جانب المدير الكوره كابتن خالد بيبو على محمد مجدي قفشه بعد طبعا التصريحات الاخيره واللي حصل في التصريحات، الغرامه يعني وصلت لمليون جنيه زي ما عرفنا. الامور في النادي الاهلي او اللي عرفناه انه يعني ما فيش اي اتجاه للتصعيد اكتر من كده، هو تصريحات كانت من وجهه نظر الاداره كانت غير موفقه وتم تغريمه عليه، والموضوع هيمشي ويكمل بشكل طبيعي والامور مش هيكون فيها اكتر من كده. لكن طبعا كابتن محمود الخطيب بصفته المشرف على الكوره طلب تقرير بتفاصيل الازمه. ايه رايك كابتن بشير في القصه بتاعت قفشه والتصريحات انا بصراحه انا متفاجئ بالتصريحات بتاعت قفشه، لان قفشه يعني من اللعيبه اللي هي بتبقى ماشيه جنب الحيط ما بتتكلمش كتير، لعيب مؤدب ما شفنالوش اي مشاكل، دايما يعني قليل الظهور جدا اعلاميا. فانا يمكن وانا بتفرج عليه في التلفزيون اتفاجئت هو ما قالش حاجه خارجه، بس انه يكون ان هو حتى يلمح او يتكلم بالطريقه دي، يعني مش طريقه خارجه ولا حاجه، بس لا انا مستغرب. اكيد ما كانش فيها تحفظ، انت تقصد تقول يعني كان على سجيته. يا بس هو في حاجات جواك خلاص هو ما عادش قادر يكتم اكتر من كده او يخبي اكتر من كده اعتقد، يعني لان الراجل ده راجل مرح جدا، راجل حبوب، راجل ما بتحسش بيه خالص في اي حاجه غير بشغله في الملعب، سواء ادى او ما اداش، يعني مفيش. انما كون ان هو يطلع ويتكلم كانت مفاجاه ليا، بس اكيد جواه في حاجه خلاص، في ضغط كتير، يعني كاتم وما عادش قادر يكتم. بدليل ان تاني يوم او تالت يوم طق الناس اللي مسؤوله عن القصه دي كلها او مليون جنيه، مش عارف في حاجه مفقوده. ممكن الموضوع يقف عند الحد ده، يعني اللي عرفناه انه خلاص هو اتغرم والامور خلاص طبيعيه، مش هيبقى في تصعيد اكتر من كده. انا متهيألي هيقف، يعني مش هتوصل لعرض للبيع. كل ده كلام سوشيال. هو ما قالش حاجه استاذ عرض البيع وقال ايه؟ ما قالش حاجه، قال انا مش واخد حقي، ايه المشكله؟ هو الراجل بيقول ما خدش حقي، وبعدين هو خد راحته والكلام خانه شويه، بس ما تستاهلش للضجه دي كلها. بس هو في مشكله، في مشكله في النادي الاهلي اللي هو ما بيحبش الاخبار او حاجات في اوضه اللبس تطلع على ودي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ لا دي حاجه كبيره جدا، حاجه كويسه بصرف النظر، حاجه كبيره، حاجه وحشه، حاجه حلوه، لا حاجه كويسه طبعا. بس انا بكلمك ان الحاجات دي من المحظورات، يعني الحاجات دي صحيح. فيها مشاكل كبيره. ايوه ما بتعديش بسهوله، ما بتعديش بسهوله. هي دي المشكله. هم يعني ايه، هو بالنسبه لنا نفسهم على طول دايما دايما حتى لو في حاجه، اكيد في كل نادي في حاجات بتحصل كتير، طبيعي كتير. بس هم ما بيحبوش الحاجات دي تطلع للسوق، وده سبب من اسباب نجاحهم وسبب من اسباب استقرارهم اكيد بطريقه كبيره غير الانديه الثانيه. الانديه الثانيه لو انت خدت نفس كده بس قبل ما النفس يكمل بتلاقي الاعلام كله عارفه، النادي الاهلي ممكن يحصل فيه مجزره ولا كأني في حاجه صح. فده حاجه كويسه ان هم مسيطرين عليها، ده يعني. حقيقه
في كمان بالنسبه للنادي الاهلي بنتكلم عن المفاوضات والتدعيمات. احنا عرفنا وقلنا برضو في بوكس تو بوكس ان في جلسه كده اجتماع تم بين اداره التعاقدات في الاهلي ومحمد كوناتي مهاجم بوركينا فاسو واللي موجود مع المنتخب اللي يعني في القاهره استعدادا طبعا لماتش يوم الخميس ان شاء الله، مهاجم احمد جروزني الروسي. المهاجم يعني يقال انه مهاجم مميز والنادي الاهلي مترجته طول فارع بيلعب براسه كويس، وفي كلام مفاوضات متقدمه لكن النادي الاهلي حاطط خطه بديله لو ما تمتش المفاوضات، وبالمناسبه هو هيبقى لاعب فري لانه خلاص عقده هينتهي بنهايه الموسم الحالي مع جروزني، وبالتالي هيروح الاهلي فري هيكلف الاهلي بس راتبه السنوي. الاهلي حط بعض الاسماء اللي تم ترشيحها من اداره السكاوتنج بتاعت كابتن هاني رمزي، اسم فنزويلي داروين ماتسيتش مهاجم قادش، واحد اللعيبه الكاميرونيين برضو مرشح للانضمام للاهلي. يعني النادي الاهلي مش ساكت، حاطط خطه وخطه بديله ولعيب بديل وهكذا وهكذا، واعتقد ان ده مهم جدا بالنسبه للاهلي واي نادي بيعمل تعاقداته في الفتره اللي جايه. نروح للمنتخب بقى كابتن بشير والتحضير لماتش بوركينا فاسو والقائمه طبعا اللي كل الناس خلاص حفظت اسمائها. انا عرفت انه كابتن حسام حسن يعني من مصادرنا في منتخب مصر هيلعب بالطريقة المعتادة 4-3-3، ده من كل التدريبات اللي فاتت والملاحظات على التدريبات، وانه يعني مش هيعمل مفاجآت، هي دي الطريقة اللي لعب بيها في الفترة بتاعة البطولة بتاعة كاس العاصمة الماتشين اللي فاتوا، وبرضه مكمل بنفس الطريقة 4-3-3. انت من خلال القائمة يا كابتن بشير شايف المنطقي ان مين اللي يبدأ في 4-3-3 لو هتحط تشكيلة كده ونختار مع بعض؟ طيب هنبدأ بمصطفى شوبير. كويس. مش الشناوي. لا. ولا عواد. ولا عواد. ولا المهدي طبعا. ولا الحقيقة عامل برضه موسم كويس، خلينا نقول لأنه بيتنسي دايما في الكلام، المهدي من الحراس المميزين الحقيقة. احنا بنتكلم على المفنش واللي هو في الصورة واللي احنا شايفينه قدام عينينا. تمام. هيبدأ مصطفى شوبير المفروض. باك يمين. هيبدأ الباك يمين أنا عمر كمال. عمر كمال. اه. ده انت اديت لنا حته خارج الصندوق. ليه خارج الصندوق ليه؟ اصل هو ما كانش موجود وموجود هاني باك يمين، فانت حطيت لنا كده عمر كمال باك يمين. طب مين اللي هيلعب باك شمال؟ هيودي هاني؟ استنى بس هقول لك، هو الناس كلها شايفه الفتره اللي فاتت دي وكل الناس الزملكاويه قبل الاهلاويه ان الحته دي بتاعت عمر كمال. اصل ده لو حصل هيبقى انت كده هتبقى انت الوحيد اللي توقعت الموضوع. ليه ليه ليه؟ احنا بنتكلم على ده بره الكوره. لا مش بره ولا حاجه. بص محمد هاني لا هو مش بره كمستوى لكن كالاحداث، يعني هو كان بره وكان اللي موجود محمد هاني والبديل بتاعه ما اعرفش مين بديله، مفيش باك يمين تاني. يعني اكرم توفيق اكرم بس بقى له فتره برده مع الاهلي ما بيلعب ديفنت، يعني هو واخده بكره. طب اقول لك حاجه، يعني هو وبيكام طبعا بيلعب يمين بس هو برده الموسم ده كله بيلعب قلب دفاع. ماليش دعوه انا هلعب يمين بباك رايت. حلو. عمر كمال والعب باك ليفت. مين بقى؟ اكرم توفيق. يا سلام. اه ده انت بص انت لا انت بتقول لي دلوقتي انت قول التشكيل بتاعك انت شايفه. اوكي ماشي اوكي ماشي. ليه اكرم توفيق شمال؟ طيب عشان بص دايما احنا لو انا ما لعبتش بالباك ليفت الاساسي بتاعي اللي بيرفع برجله الشمال في الناحيه بتاعته اي حد ممكن يجي يقف بس وخلاص، مش عايز اكتر من كده، حد يجي يقف يدافع في الحته دي، واكرم توفيق يعني دبابه في الحته دي يقدر يقفلها. ماشي انا مش عايز يطلع يهاجم. انا يعني هاخد منك بس حد يقول لك طب ما العب بهاني يمين وعمر كمال بيلعب. مش هلعب بس لعبها كتير. لا مش حطيته بس لعبها كتير ولعبها مع الاهلي. هقول لك ده خد رجل المباراه مع الاهلي مره وهو بيلعب شمال في ماتش الاتحاد. ده ماتش منتخب مصر. تقول لي معلش مع احترامي للاتحاد ده ماتش منتخب. يعني عايز الباك رايت ده يطلع يعمل لي 50 60 اوفر في الماتش، 30 شوط او 30 شوط تاني. الدوري غير الدولي. غير الفترة الأخيرة. معلش محمد هاني مش موفق قوي في ناحية اليمين دي في الأوفرات خالص، يعني ما ينفعش لا عندك لا أوفر ناحية اليمين ولا أوفر من ناحية الشمال لأن الباك ليفت بتاعك أصلا مش موجود. طيب خلاص ده رأيك ما أقدرش أعرضك يا كابتن بشير. أنت عارف مين قلب دفاع؟ طيب محمد عبد المنعم ومين؟ ورامي ربيع. دول أقرب اتنين. تمام. يعني ياسر طبعا كان بعيد الفترة اللي فاتت، احمد رمضان بيكام موجود، لكن يعني المنطقي عبد المنعم ورامي ربيع. طيب الثلاثة بتوع وسط الملعب عشان دول برضو عليهم خلاف كبير. مروان. مروان عطية. تمام. إمام. إمام. تمام. ثالث عندك حمدي فتحي وعندك كوكا وعندك ناصر ماهر وزيزو بيبقى يلعب 8 اوقات. يعني وفي تريزيجيه احيانا حد يقول لك يلعب ديفندر. زيزو مع ان انا كان نفسي يعني لو زيزو ينطروا في حته ثانيه ويحطوا ناصر ماهر يعني يستفاد بيه ناصر ماهر. انا عندي معلومه انه زيزو وكابتن حسام في التدريبات الاخيره جربوا كتير هاف شمال هاف ليفت.
بس انت خلينا في المنطقي، مروان وامام وزيزو تمام تالت. طيب جناح يمين طبعا ما فيش خلاف محمد صلاح. الشمال بقى هل تريزيجيه، هل يحط ابراهيم عادل، هل يحط ناصر ماهر، انت شايف مين؟ تريزيجيه. تريزيجيه. وراس الحربة طبعا مصطفى محمد مفيش خلاف. كابتن حسين نفس التشكيله 4-3-3. ما انا مسجل خلاص بالزبط. انت اديت لنا حتتين كده ما يعدوش. هتشوف يعني في حلقه الحد مع الاستاذ محمد شبان انا هقول له يا الخميس 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 احنا طالعين بعد الماتش صحيح باذن الله. طيب محمد الشناوي هو هيلعب محمد هاني كويس، بس انا انت بتتكلمي عن انا عاوز اكرم توفيق. لا تقولوش انا عاوز، مين هيلعب الاول؟ انت هيلعب محمد هاني. لا خلينا في الحارس الاول. انت ليه اخترت هيلعب محمد هاني؟ اخترت الشناوي الاول. اه ليه بقى؟ ما يعني الراجل ما لعبش بقاله فتره سبع شهور خبره وخلاص خلاص نزل التمرين. ده رايك ولا انت متوقع ان كابتن؟ لا انا متوقع بكده. تمام محمد هاني. محمد هاني محمد هاني رامي ربيعه وعبد المنعم تمام. شمال عمر كمال ولا مين؟ عمر كمال طبعا تمام، هو واخده عشان كده اصلا. الثلاثه اللي في الوسط مروان امام زيزو. مروان امام زيزو نفس تشكيله كابتن بشير في وسط الملعب. اه والثلاثه اللي قدام اكيد صلاح مصطفى تريزيجيه. يعني انتوا اختلفتوا في الباك اليمين والباك الشمال والحارس. والحارس طبعا ده برضو اختلاف مش قليل. هنشوف يومها كده مين اللي بس كلامه هيمشي. بس انا بقول لك بشير ان هاني هيلعب باك رايت. طيب هو قناعت هو ده الاقرب كابتن حسام كده بيه يعني. كابتن بشير ادانا حته كده بص ليه حته وانا مثلا جالت محمد صلاح اللي قعدت باك ليفت. لا لا امال ايه حته اكرم يعني. طيب انا لو مدرب ما انا بقول لك اصل الباك ليفت بتاعي اللي هو بيلعب برجله شويه بيطلع مش موجود. هو بيتكلم على قناعات هو كابتن بشير. اه يعني مش بيقول مين اللي هيلعب. هو الكابتن كابتن حسام واخد عمر كمال هيلعب باك ليفت. طب ولو بتتكلم عن قناعات كابتن حسام عمر كمال مش هيلعب باك ليفت مستحيل. حتى كابتن حسام مش هيفكر يلعبه لو عمر بعد ما خدوا بديل لفتوه. لو لعب هيلعب باك رايت في الحته دي. وبص هو يعني الفتره الاخيره في حاجات بتحصل تناقضات غريبه، بس زي ما بقول لك كده الفايده من وجهه نظري ومصلحه المنتخب اللي انا بقوله لك ان الراجل ده الفتره اللي فاتت في ناحيه اليمين مش كويس قوي بيعمل حاجات غريبه في الكوره اللي هو عمر كمال. حته ما دام ما عنديش الباك ليفت اللي هيطلع يعمل له اوفر برجله الشمال اللي هو يفيدني هجوميا مش موجود. كابتن بشير هو مش مقتنع بيه اصلا. بمين؟ بعمر كمال. لا مش مقتنع بيه. هو الناس كلها عارفه كان هو لو مقتنع بيه كان خدته. طيب ما كان في مشاكل. كان في شويه مشاكل. ما انا بقول لك هو مقتنع بمحمد هاني. ومين في مصر ما يعرفش ان هو مقتنع بمحمد هاني؟ المصلحه بتقول المصلحة. على فكرة أنا معاك. أنا معاك بس أنا بفهمك وجهة نظره. لا أنا معاك. أنا معاك في اللي أنت بتقوله، بس أنا بوضح لك إن هو مقتنع بحاجات تانية. ما يمكن هيغازل جمهور النادي الأهلي عادي بيحل مشاكل. ماتش يوم الخميس. ماتش فاصل. هو ده وحش عمر كمال؟ لا ما بنتكلمش وحش. طيب. بس يعني هو يعني خارج السياق. يعني الناس كلها متوقعة إن هاني خلاص كان متاخد باك يمين، خلاص هتحط باك يمين، الباك ليفت بتاعك اتصاب، فأنت جايب عمر كمال مش تلعبه باك ليفت. بس يا دكتور في ناس هاني زيزو إمام، في ناس مصطفى محمد، في ناس كده بالنسبه للكابتن حسام دي اساسيات. لا طب انت بتتكلم على ناس اصلا ما ينفعش حد يقول على نص كلمه مصطفى وهاني مش هاني مصطفى وصلاح والناس كلها. ما انا بدخل هاني معاهم عشان انا بوضح لك الصوره. ده ما هو المضمون لغايه دلوقتي بعد الكلام اللي اتقال على محمد هاني في 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 بدايه وجود كابتن حسام في المنتخب ما فيش اي مردود خالص. انا يعني معاك على فكره. اتقال ان ده الباك رايت اللي هو ما جاش تمام ماشي. لكن فين يعني انا لو انت قلت لي انا هلاعب اكرم توفيق باك رايت، انت لو قلت لي يعني انا لو رايك انت انا رايي كده بدل محمد هاني. لو انت اللي بتحط التشكيل على اكرم لازم استفاد باكرم توفيق وعمر كمال شمال وعمر كمان اصل ما عنديش بقى. لكن ما تلعبش اكرم ديفندر زي مع الاهلي مثلا مع على حساب مروان او على حساب زيزو. ما انا عندي ديفندرات، عندي حمدي فتحي، عندي مروان. لا حمدي فتحي بعيد. انتوا الاثنين ما اتفقتوش على حمدي فتحي. لا بعيد. ما هو قبل كده انا جابه من لا بس يا جماعه معلش محترم برضو يعني مع الدوري القطري دول اربع فرق مش تقليل من حمدي فتحي مش تقليل منه، بس الدوري القطري ده كله اربع فرق او خمس فرق. بس انا ممكن استفاد من مروان واستفاد من اكرم. بالظبط. مروان ما لعبش باك رايت بس اكرم يلعب باك رايت لعبها كتير. اكرم هيقفل الحته دي. ومروان لعب باك رايت في الاهلي. لعبه باك رايت. لعب باك رايت؟ لعب بس طبعا المصلحه العامه عنده بتقول احط عمر كمال او
محمد هاني. طيب انا في اسم يعني صعبان عليا انه بيتنسي وعامل موسم مش طبيعي، مش الموسم ده بس والموسم اللي فات بس، عيني في مكان مظلوم فيه، مصطفى فتحي. يعني مصطفى فتحي طبعا واحد من اهم لاعبي بيراميدز ومن احسن لعيبه الدوري الفتره اللي فاتت، بس حظه انه بيلعب في نفس مركز صلاح فطول الوقت بعيد عن الصوره. انت شايف ان ممكن الاستفاده بمصطفى فتحي في مباراه زي دي ممكن يكون ورقه بديله، ممكن يلعب ويغير مركز صلاح يدخله مهاجم تاني زي ما بعض الناس او بعض الافكار يعني شفناها قبل كده؟ انت شايف ان مصطفى فتحي ممكن يكون له دور ولا خلاص صلاح موجود؟ شكرا. لا لا لا، ممكن ممكن في وسط الماتش حسب رؤيه حسب سير المباراه زي ما بقول وسير الماتش ماشي ازاي. لا مصطفى فتحي لعيب كويس جدا لا خلاف عليه، لعيب يعني كبير، لعيب كبير جدا. لو مصطفى فتحي بيلعب في نادي الزمالك او في نادي الاهلي الوضع يختلف تماما. طبعا هيختلف ازاي؟ ما هو في الاخر هو بيلعب جناح. هقول لك اهو، هيخلق له مكان جوه الملعب وهيرحل لعيب تاني جوه عادي، ايه المشكله؟ فاهمني؟ عشان لو بيلعب في الزمالك او النادي الاهلي، لكن مع احترامي برضه البيراميدز والكلام ده كله لا مش هتبص عليه. وعاوز اقول على حاجه كابتن بشير، مصطفى فتحي متعود ان هو ينزل يقلب الماتش، يعني متعود. في لعيبه ما بتعرفش، يعني في لعيبه بتقعد احتياطي بتنزل ما تحسش بيها، في لعيبه لما بتبدا تقول لك ما بديش بالظبط. مصطفى فتحي بالنوع ده لو ينزل يقلب لك الماتش، فهو ورقه رابحه معاك على الدكه. طيب مصطفى محمد، احنا متفقين ان هو المهاجم الاساسي، في ثلاث اسامي ممكن تكون اسامي بديله: محمد شريف نجم الاهلي طبعا والخليج السعودي حاليا، احمد امين اوفا لاعب ام بي، واحمد امين اوفا كان في كلام من الزمالك انه عايز يتعاقد معاه لسه لحد دلوقتي الموضوع مفتوح بالمناسبه، ومتكلمين معاه وشبه في موافقه بس الموضوع مع ام بي دلوقتي، ومحمد الشامي مهاجم المصري. ماله الثلاثه بدلاء لمصطفى محمد؟ ممكن نشوف حد فيهم في ماتش بوركينا او ما؟ لا فارق كبيره جدا جدا، الثلاثه بالذات الثلاثه من اول محمد شريف حتى، يعني محمد شريف هو في النادي الاهلي هنا اعلى بكتير بكتير قوي من مستواه في الخليج السعودي. لو بص على لعب كم ماتش في السعوديه او سجل كم هدف، مع احترامي يعني لا طبعا، بس يعني عشان هي برضه مش فرقه قمه، انت عارف السعوديه الدوري السعودي فيه هلال ومصر واهلي جده طيب ما انا بس انا بتكلم على مستواه هو. وعلى فكره واحنا هنا مع شبانة، وهو لما اعلنوا ان كابتن حسام حسن اختار ان هو هيبقى مدير الفني لمنتخب مصر هيجيب مين من بره، اول واحد قال قلت له هجيب محمد شريف، اول واحد قال ليش؟ قلت له هتشوف، وكان في اعتراض قلت له هتشوف وجاب. لكن في فارق كبير، حد يبقى عنده مصطفى محمد؟ لا لا مصطفى بعيد، مش هيفكر يبص اصلا، مصطفى بعيد يعمل كده بس لحد ورا، امكانياته بعيد عنهم هم الثلاثه. يعني كاس امم اللي فاتت دي لو احنا كنا كملنا شويه مصطفى محمد كان زمانه في حته ثانيه خالص. كان في حته ثانيه لو جيت تبص على منتخب مصر. دي حقيقه، مصطفى محمد احسن لعيب في المنتخب، احسن لعيب يمكن في البطوله كلها. يعني انت بس ركزت عليه قوي. طبعا بيعمل طبعا كل حاجه، عنده كل حاجه يا جماعه. حتى مع نانت في الدوري الفرنسي السنه دي عامل نقله ثانيه يا جماعه خالص، دي حقيقة. لكن انت شايف ان اوفا والشامي يعني ومحمد شريف طبعا معاهم بعيد. بعيد. طيب في اسم برضو جامد. في فرق اسم برضو بيرجع لمنتخب مصر من زمان، ما شفناش ناصر ماهر في منتخب مصر، تألق مع نادي الزمالك خلال الفترات اللي لعبها السنة دي، انت شايف برضو ان ناصر موجود في القائمة علشان يكون ليه دور، ولا هو مجرد انه تألق فموجود في قائمه المنتخب لكن الخط بتاعه صعب انه يكون موجود فيه سواء كاساسي او كلاعب؟ بص هو يعني خطوه كويسه تتحسب لكابتن حسام ان هو خد ناصر ماهر، ناصر ماهر ماشي كويس قوي مع نادي الزمالك. ما فيهاش مشكله حتى لو ما خدش الماتش ده ولا الماتش الجاي، ما فيهاش مشكله. بس في يعني هو بيكسب خبرات دوليه، هو لعيب كويس كويس جدا، ممكن يفرق قدام مع المنتخب وهيفيده قدام جدا، وهيبقى اكتشافه كمان اكتشاف كابتن حسام بالظبط، يعني اللي هو اللي جابه ضمه منتخب طبعا نجاح لي. اكيد، ولما هيلعبه يعني ناصر هيديله يعني لعيب كويس قوي. لعيب كويس قوي اهو، اللعيب الوحيد اللي باين في نادي الزمالك والناس الجديده كلها، واللعيب الوقت اللي بيصنع الفارق مع الفرقه. وبعدين ماتشات الاهلي اللي هو اهلي وزمالك هو احسن واحد في الملعب، لعيب تقيل، لعيب تقيل بيرفع الكوره يعني لا لعيب تقيل. ده هو فعلا كان مؤثر، واعتقد مؤثر جدا، بيكتشف نفسه من جديد بالزبط. مع الزمالك وهيتحسب كل ده في الاخر لكابتن حسام، يبقى اكتشافه انا اللي خدته لمنتخب مصر ولعبته. ومين عارف مين عارف يا كابتن بشير، محدش عارف ظروف المباريات، احيانا اللي بتلف تلف وتجيلك والفرصه بتجيلك وانت بعيد وتنزل تمسك الفرصه، محدش يعرف يحركك تاني. ان شاء الله انا متوقع له حاجه كويسه ناصر، يعني هو ياخد خبره بس بالماتشات الجايه دي.
كانت حلقه الحقيقه ممتعه بالنسبه لي مع اتنين الحقيقه من الكباتن الكبار واللي بيفهموا كوره، وكان كلام ممتع على مدار ساعتين مع كابتن بشير التبعي نجمنا نجم عدوا هوا عدوا هوا بس هو مش ممتع قوي يعني شايف ممتع بالنسبه لي. بالنسبه لك انت بقى الموضوع ليه ابعاد ثانيه يا دكتور؟ والله يا ربنا عالم يعني الواحد مبسوط لما بشوف اي حد من الناس اللي هنا يعني قلبه بيتفتح والله العظيم. بشكرك يا كابتن شكرا جزيلا، وطبعا كان لاول مره معانا نجمنا كابتن حسين علي، بشكرك شكرا جزيلا، استمتعنا بيك النهارده. شرفت بيك يا دكتور كابتن بشير. شكرا ليك، وان شاء الله باذن الله بكره في نفس ميعادنا الساعه 11 مساء مع الاستاذ محمد شبانه حلقه جديده من بوكس تو بوكس. في امان الله.